السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جميعا. إن شاء الله رب العالمين، وخا حرمنا من الذهاب إلى لله إلى الحج، ولكن إن شاء الله سنعيش الحج بأرواحنا الكسدة في أرض فاس عالم بها مناها والروح في طيبة إن شاء الله رب العالمين. دائما معنا السي عبد السلام بالناس ان شاء الله اللي راهما في لله مكه، غادي نحاولوا اون لو برون لا مان دون لا مان يدا في اليد، غادي نحجوا معاهم ان شاء الله ونحاولوا يحجوا احسن حجه باش اللي تبع معنا هذا لو لايف وعنده شي واحد في الحج يصيفط له صافا لي صافا لي دي انورميمون ان شاء الله رب العالمين. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يسأل مواقيت للناس والحج، وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها، ولكن البر من اتقى، وآتوا البيوت من أبوابها، واتقوا الله لعلكم تفلحون. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم. سيدي عبد السلام حياك الله. حياك الله سيدي يونس، كيف حالك؟ صافي داكشي البولا زيرو صافي والله، انطلاقه على بركه الله. شوف حنا حرمنا من الوقوف بعرفات هذه السنه، ولكن سنقف بقلوبنا ان شاء الله رب العالمين، ونقف بارواحنا الكسدة في ارض فاس علم بها مولاها والروح في طيبه تما ان شاء الله راها كاينه. سيدي عبد السلام مساء النور الحبيب. مساء النور سيدي يونس، ومرحبا بك ومرحبا بالمشاهدين الكرام. مساء عبد السلام العقول بدا، وان شاء الله رب العالمين لعل دابا غدا في الصباح بكري خوتنا الحجاج المغاربه وغيرهم هادي يخرجوا من الفندق ان شاء الله باش هادي يمشيو للمينان. سيدي عبد السلام، واش الحج دابا بدا ولا عاد يبدا ولا كيفاش نفهم؟ بسم الله الرحمن الرحيم، على بركة الله غدا ان شاء الله غادي تبدا الرحلة ديال الحج باذن الله تعالى. سيدي يونس انا كنسمعك. غدا ان شاء الله غادي تبدا الرحلة المباركة. قبل ما تهضر دابا سي عبد السلام، دابا بحال دابا كاين اللي يمكن له يوصل حتى لغدا في الصباح عادي يوصل للكعبه، كاين اللي يمكن له يوصل حتى لغدا في الصباح ولا حتى بعد غدا في الصباح كاع، ماشي مشكل. يعني دابا الحج عاد يوصل نهار عرفه عاد يبدا الحج. دابا هنا واحد النقطه بغيت نسولك السي عبد السلام قبل ما نزيدو، دابا الا كان الحج عاد يبدا شنو ما انواع الحجات؟ دابا بحال دابا انا كنعقل باش ما نسيتش، دابا انا كنعقل كنت وصلت تقريبا بحال هكا، وصلت اليوم ولا غدا كنا نطلعوا الميدان، وكنت مشيت بالافراد لا بقيت عاقل. دابا شوف كلك قبل ما نزيدو القدام تفصلنا بانواع الحج اللي كاينين حيت دابا خصنا نعرفوهم. دابا احسن حاجه دابا الانسان اللي تيوصل معطل بحال دابا انت هكا وصلتي معطل غادي دير الافراد. عندنا ثلاثه ديال الانواع ديال الحج، ثلاث انواع. النوع الاول هو الافراد. شنو معنى الافراد؟ هو انه تيدير حجه بوحدها، تيدير حجه صافي. وكاين التمتع. التمتع هو تيدير حجه وعمره، تيدير الحجه هي الاولى، تيدير العمره هي الاولى ويتحلل منها، ثم بعد ذلك تيبقى تنتظر حتى يجي يوم 8 ديال الحجه وينوي الحج ويمشي حتى يكمل الحج. وكاين النوع الثالث هو القران، هو الذي يقرن الحج والعمرة في عمل واحد، فهو تيطوف طواف واحد تيتسمى طواف ديال الحج وديال العمرة، وتيسعى سعي واحد تيتسمى سعي ديال الحج وديال العمرة. إذا كاينين ثلاثة ديال الأنواع. دابا حنا يلاه يرضي عليك حيت هذا الأمر مهم، دابا غادي تفسر لنا. دابا أنا مثلا راني في الطيارة وجاي للكعبة وقلت لبيك اللهم لبيك حجة بالإفراد، واحد بيسر فسر لي كيفاش غادي ندوز هذه الحجة بالإفراد ديالي، نبداو بوحدة بوحدة. لا دابا على حساب هذا السيد، هذا هو جاب كري مثلا. الا كان جاب كري دابا انا غادي نوصل حتى لغدا في الصباح للكعبه، راني في الطياره دابا، راني
غادي يوصل حتى الغد ان شاء الله غادي يلقى الحجاج طالعين غادي يطلع معاهم مباشره هذا. لكن الى وصل بكري شوف الى 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 وصل بكري الى وصل بكري الى وصل بكري بواحد النهار غير نهار واحد وصل بكري غادي يمشي ويدير طواف القدوم يطوف حول الكعبه ويدير طواف القدوم ياك ويصلي خلف المقام يصلي خلف المقام ولا بغى يسعى عنده الاختيار بغى يدير السعي بين الصفا والمروه غادي يكون هذاك هو السعي ديال الحج ما بغاش يديرو ما يديروش تيبقى على الاحرام ديالو وتيطلع للمينان من بعد المينان تيمشي لعرفات من بعد عرفات تيهبط لمزدلفه من بعد مزدلفه تيمشي للمينان عاوتاني تيرجم الجمره ديال الجمره ديال العقبه الكبرى ومن بعد الهدي راه خلصوا ومن بعد تيهود الى مكه ويدير طواف الافاضه قلت لي الهدي واش الهدي في الحجات بثلاثه واجب على الافراد والتمتع والرقاء لا 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 ماشي شوف الهدي كاين الافراد الحج بالافراد ما فيهش الهدي كاين في القران وفي التمتع هذاك معفي علاش لان عنده غير الحجه والاخر غادي يخلص المقرن لانه قارن الحجه والعمره القارن الحجه والعمره عليه الهدي والمتمتع هذاك تمتع بالعمره لوحدها ثم تمتع بالحج لوحده عليه الهدي لكن المفرد ليس بعيدا بعيدا على احنا كنعرفوا بان احنا المالكيه والامام مالك كان تيبغي الحج بالتمتع ياك لا الامام مالك الحج بالافراد هذا هو احسن الحج عند الامام مالك هو بالافراد المغاربه كلهم كنصحوهم يمشيوا بالتمتع تيمشيو بالتمتع لانهم تيمشيو وقت اطول بحال دابا تيمشيو قبل هذا اليوم هذا ديال غدا ديال 8 ديال الحجه تيمشيو قبل بسيمانه قبل ب 20 ب 15 يوم قبل ب 20 يوم ما يمكنش نخليوهم حنا هذيك المده كلها وهما هما لابسين الاحرام تتجيهم صعيبه بزاف فتنديروا الايسر الايسر شنو هو هو التمتع دابا اذا قلنا فهمتي هذيك الشيء دابا اذا عمليين دابا انا مثلا نويت بالافراد راني غادي ندخل غدا غنبقى بالاحرام ديالي غادي طواف القدوم نصلي نصلي في المقام سيدنا ابراهيم نمشي نسعى الى بغيت ندير السعي ديالي ياك اييه يا اما الى بغى يدير السعي هذاك السعي غادي يكون هو السعي ديال الحج هو عنده 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 هو مخير بغى يسعى هذيك الساعه تيسعاه بغى يسعى حتى المرتوى في الافاضه يسعاه اللي بغى المهم عنده هو عنده في هذه الحجه لا بدا خصو يدير السعي لا واحد سعي واحد ولكن تيكون عنده طواف القدوم وطواف الافاضه وعاد طواف الوداع وطواف الوداع حتى هو بوحدو من طبيعه الحاله داك الطواف الوداع حتى غيسالي حتى غيسالي يلا دابا انت شوف دابا دابا المفرد شوف المفرد تيحرم في الميقات من بعد تيتم جاي تيلبي حتى تيوصل لمكه المكرمه تيمشي يدير طواف القدوم من بعد تيصلي ركعتين خلف المقام صافي من بعد تيمشي يشرب الماء ديال زمزم من بعد الا بغى يمشي يدير السعي ديال الحج تيقدمو تيدير هو الاول لا دار السعي من بعد نهار 8 ديال الحجه تيطلع للمينان عاوتاني يمشي لعرفه يهبط المزدلفه يمشي للمينان يرجم ومنين يرجم يهبط يدير طواف الافاضه الا دار طواف الافاضه الا ما كانش دار السعي من قبل يدير السعي معاه إذا كان دار السعي من قبل بلا ما يدير السعي معاه ويمشي يحلق وهو سالة دابا هذا قلنا هذا الميزه ديالو ما فيهش الهدي دابا اللي قاعد دخل بزاف الناس دابا راهما كاينين في ليله الكعبه ودخلوا بالتمتع شنو خصهم يديروا دابا راه غدا دابا شوف خلي التمتع هو التالي واللي بغى يدير القران شنو هي القران اللي بغى يدير القران اللي بغى يدير القران بنفس الشكل راه جا من الميقات صافي جا من الميقات حرم في الميقات ومن الميقات غادي يجي تيلبي حتى لمكه المكرمه وغادي يمشي لمكه ويدير الطواف ديال القدوم يدير طواف القدوم ويصلي ركعتين صافي ويمشي يدير السعي بين الصفا والمروه الى بغى ومن بعد يطلع لعرفه عاوتاني يمشي لمزدلفه يمشي للمينان يرجم للجمرات ينحر الهدي ديالو يهبط لمكه يدير الطواف ديال الافاضه طواف الافاضه الا كان دار السعي من قبل صافي راه سالا ما كانش دار السعي يدير السعي ويحلق وهو سالا الحج ديالو وعليه هذا الفرق اذا ما بين القران والافراد جوج ديال كاين جوج ديال الحاجات الحاجه الاولى هي النيه
النية، الاخر تنوي الافراد والاخر تنوي القران، والحاجه الثانيه هي الهدي، الاخر عليه الهدي والاخر ما عليهش الهدي. صافي. الشنيه دابا نسولك السؤال ديال الطبيعه، عندهم نفس العمل، عندهم نفس لا. العمل شتي القارئ والمفرد تيديروا نفس العمل، عندهم الاختلاف. الشنيه يعني فوقاش كنصحوا نديروا هذه ولا نصحوا نديروا هذه؟ اللي جا بكري، اللي وصل لمكه، اللي وصل لمكه قبل ايام من يوم الترويه، هذاك تنصحوه تنقولوا له دير التمتع ايسر. واللي جا معطل، اللي جا معطل هذاك يختار اما يدير الافراد ولا يدير القران. واخا دابا انت ملي كتقول عاوتاني التمتع ايسر، دابا بزاف الناس كيهضروا مع عمرهم ديال التمتع، دابا راه هما هذوك سالاو العمره ديالهم، دابا غدا شنو غادي يديروا؟ غدا ان شاء الله، غدا ان شاء الله غادي يبدا الحج. دابا المفرد والقارن، المفرد والقارن راهم مازال لابسين الاحرام ديالهم. دونك هذوك ما نهضروش، يعني راهم لابسين الاحرام، راهم لابسين الاحرام ديالهم، هذوك ما نهضروش عليهم. صافي. وما حدو لابس، هذوك راهم مستمرين في الحج ديالهم. وما حدو لابس الاحرام، هو الاحكام ديال المحرم كلها واجبة عليه، ما خصوش يغطي راسو، محظورة الإحرام، محظورة الإحرام كاملة، محظورة الإحرام كلها. فكرنا فيهم الله يخليك، شنو فكرنا محظورة الإحرام؟ لا، المحظورة ديال الإحرام كاملة راه محرمة عليه. محظورة الإحرام هو التجرد من المخيط والمحيط، ما يغطيش الرأس ديالو. بلاتي، المخيط والمحيط، الشجر ديال المحيط هو الخاتم، هو السلسلة، المقانة حلال، المضادر حلال، ياك سي عبد السلام. والمخيط هو يلبس أي حاجة، هو يلبس شي حاجة مخيطة، خص الفوطة تكون ما مخيطاش، كاع اللي تيحيروا كيلبسوا الفوطة. أيوه. فيهم الصدافات، فيهم داك الصدافات ديال الطراقية. نعم. زين. شنو هما المحظورات الأخرى؟ ما يغطيش راسه، ولكن يهز المضادر. ما يغطيش الراس ديالو بشي حاجة مباشرة، بحال مثلا يدير طربوش، ما يمكنش يدير طربوش. ولا يدير ديك الرزه اللي تيديروا حنايا عندنا المغاربه، ولا يلبس، لا بغى يهز لمطه، اللي يهز لمطه الا بغى، يلبس برديله، ولا يلبس برديله ما الا بغى يتغطى يدي معاه المظل، الحاجه اللي موراها القلع ديال شجر الحرام، الشجر اوراق الشجر كامل، ما يخصوش يقطع حتى ورقه، ما يقطعش الورقه. بحال القبيله تيعودوا لي شي مراه في مينان دخلات للخيمه لقات العيله تيعوتوا، لقاو داك بوقف فاز، جايه مشات قطات وقتلاتو. هادي داك ياك فسدت عن طبيعة الحال، قتلات وقف، ما يقصش. شوف، ما يقصش، احنا نهضروا على محظورات الاحرام كلهم، يقولوا لنا ما يقصش الاظافر ديالو، سواء ديال يديه سواء ديال رجليه، ما يستعملش الطيب، العطر كما كان ما يستعملوش، ما كاينش الزواج، ما يحضرش في العقد، الا كانت شي ناس دايرين شي حفله وعرضوا عليه ما خصوش يمشي. قلنا ما يقطعش الشجر ديال الحرم والنبات ديالو، ما يصيدش الصيد ديال البر، ولا يعاون على اللي يصيدوا، ولا ينفروا، الجماع ومقدماته كلها. بالنسبة للمرأة تخلي الوجه ديالها، ما تلبسش القفازين وتخلي الوجه ديالها باين. هادو ما المحظورات ديال الإحرام. كاينين اللي غير على الذكور، بحال دابا مثلا غير الرجال ما خصهمش يغطيو راسهم، ما يديروش الطاقة، هي ما يلبسوش المخيط والمحيط، حيت المرأة تتلبس اللي بغات، اللباس يكون ساتر. هادو بالنسبة للرجال. العيالات عاوتاني المرأة ما خصهاش تغطي الوجه ديالها، يعني ما ديرش النقاب، ولكن إلا كانت خافت الفتنة ولا هذا تدير شي حاجة، أي نازلة على وجهك. إذن دابا السي عبد السلام، الحمد لله بينتي لنا أنواع الحج، بينتي لنا دابا كاين اللي راه هما كانوا دايرين الحج بالتمتع، راه غادي غدا في الصباح غادي يلبس الاحرام ديالو، ياك غادي يلبسو. نعم. غدا
ان شاء الله غادي يحرم. وادي يقول وادي عاود يقول لبيك اللهم لبيك حجه ولا صافي سفيني. لا لا غادي يقولها، غادي يبدا شوف الاحرام. اول حاجه هو انه غدا ان شاء الله غادي يحرم، غادي يحرم غير من الفندق ديالو، ماشي غادي يخرج حتى الميقات، غادي يحرم ياك. غير من الفندق. علاش؟ علاش؟ لان دائما، لان دائما عندنا حنايا في الاحرام خصنا دائما علينا ان نجمع بين حل وحرام، خصنا نجمع بين حل وحرام. ما فهمتش. ملي تنكونوا في العمره، ملي تنكونوا في العمره انا نفهم لك، ملي تنكونوا في العمره، ملي تنوصلوا للميقات، ملي تنوصلوا للميقات تنحرموا في الميقات. في الميقات علاش؟ لان ما غادي، لاننا من الميقات ما تنوليوش نخرجوا مره اخرى، ما غنوليوش نخرجوا مره اخرى الى الحل، تنجيو من تما من الميقات وحنا جايين حتى لمكة، تنديروا الطواف، تنديروا السعي، تنحلقوا سنة العمره. لكن في الحج لا، في الحج تنحرموا من مكة المكرمه. نعم. ياك، وتنطلعوا الميناء، ومن بعد غادي نخرجوا لعرفه. فعرفه ماشي من الحرم، عرفه حل. فاحنا جمعنا بين حرم وبين حل اللي هو حرم. في العمره ما كنمشيوش لعرفه، تنبقاو هي تنبقاو في دونك كنا حنا دخلنا من تنبقاو في الحرم، تنبقاو في الحرم. اذا خصنا من الحل نجيو، من الحل ملي توصلوا للميقات تنحرموا ديك الساعات حتى نجمع بين حل وحرام. دابا حنا خلينا نمشيو دقه دقه. دابا هذا الاحرام السي عبد السلام، حنا دابا لابس الاحرام، تفسد لي علاش كنلبسوا الاحرام؟ انا اللي كنعرف تاريخيا ان الاحرام هو اللباس الكنعانيين اليوم القوم سيدنا ابراهيم، لان ملي كنمشيو لذاك، ملي كنمشيو لميوزي فرنسا دابا لولوف، كنلقاو ذاك التماثيل، ذاك الاستاتيو، كلهم لابسين ذاك اللباس اللي احرم به سيدنا ابراهيم. شنو هو المعنى ديال الاحرام؟ ما معنى الاحرام السي عبد السلام؟ دابا خصنا نفهموا، خصنا نفهموا بعدا. شنو الفرق؟ سيدي يونس ما سمعتكش، ما سمعتكش. سيدي عبد السلام، ما هو الاحرام؟ شنو هو المعنى العميق ديال الاحرام؟ الاحرام راه ماشي فوطه بس، ما هو المعنى العميق ديال الاحرام؟ خصنا نعرفوا بعدا بان الاحرام راه ماشي هو تلبس هذيك الفوطه. دابا التعريف ديالو، التعريف ديال الاحرام لغه هو مشتق من الجدر ديال الحاء والراء والميم، حرامه اي منع، منعا شديدا، هو المنع. المنع مثلا الاحرام للعمره ولا للحج هو ان المسلم غادي يدخل، هذاك المحرم غادي يدخل في حرمات عليه ان لا يهتكها، غادي يدخل في واحد الحرمات خصو ما يهتكهاش وما يتعداش عليها. هذه الحرمات هي الاعمال، هي الاعمال التي تحرم عليه اللي هي محظورات الاحرام، ما خصوش يدير. واخا صافي، فملي تيحرم معناتها انه دخل في هذيك الحرمات. مزيان كمل. وشرعا، شرع هذه في اللغه، شرعا هو نيه الدخول في النسك، هو النيه ديال الدخول في النسك ديال الحرمات، اما ديال الحج ولا ديال العمره. هذا السي عبد السلام ينوي، هذا السي عبد السلام المفهوم الفقهي ديال الاحرام. وشنو هو المفهوم التعبدي ديال الاحرام؟ هذا فقها. احنا غنمشيو دابا، احنا غادي نجيو دابا الاحرام. غادي الاحرام خص الناس بعدا يفهموا، ماشي هو تلبس هذاك اللباس الازار والرداء راك دابا انت محرم. لا، الاحرام هو عندما تتلفظ، عندما تهل قائلا لبيك اللهم حجه، الان انت احرمت. صافي، وحنا حنا نشوفوا بان هذا الاحرام هذا هنا السي عبد السلام بغيت نفتح واحد القوس، واللي ماشي حج على باه ولا على شي واحد ميت، هو هنا كيقول لبيك اللهم لبيك حجه عن فلان. دابا من طبيعه هنا غادي يقولها لبيك اللهم حجه عن ابي فلان بن فلانه. زيد سيدي. إذا دابا في هذا الإحرام، هذا في الإحرام غادي تبدا عندنا واحد الأعمال خصو يديرها، واحد الأفعال. شنو هي هاد الأفعال؟ هاد الأفعال فيها مستحبات وفيها سنن وفيها واجبات. صافي؟ نبداو بالواجبات. إذا أول حاجة غادي الواجبات الإحرام. الواجبات ديال الإحرام عندنا باينة، عندنا في الواجبات ديال الإحرام عندنا أربعة. أربعة. الحاجة الأولى هو أنه يحرم من الميقات. الحاجة
الثانيه غادي يتجرد من المخيط والمحيط، والحاجه الثالثه غادي يلبي، والحاجه الرابعه غادي يقرن التلبيه مباشره مع الاحرام. اذا اصبر السي عبد، دور اربعه ديال الواجبات. ولكن اصبر السي عبد، دابا انت قلتي لي ما نمشيوش للميقات، حنا دابا في الحج ما نمشيوش للميقات. وي يا دابا انا تنهضر لك على الاحرام بصفه عامه، انا هضر على الاحرام بصفه عامه صافي، حيت دابا الاحرام من الميقات بالنسبه للمتمتع غادي يحرم من الفندق ديالو صافي. منين غادي يحرم هاد الاربعه ديال الواجبات هادو؟ الا خلى شي وحده فيهم عليه الهدي خلص، خصو يخلص. واخا كي غادي يدير يبدا؟ غادي يبدا بالافعال ديال، غادي نبداو بافعال الاحرام. عندنا المستحب الاول اللي غادي يدير، اول حاجه غادي يديرها مستحبه، شنو هي؟ هي خصال الفطره. الخصال الفطره شنو هي؟ هي اربعه الحويجات، يقلم الاظافر ديالو، فرانو، ينتف الشعر ديال الابط ديالو، يحسنو لما قدش يحسنو، مراها يحلق العانه ديالو، يحلق العانه ديالو، ويقص الشارب بالنسبه للرجل. نعم. وقص الشارب بالنسبه للرجل. اذا هذا هو المستحب الاول. المستحب الثاني اللي عندنا هو التنظيف قبل غسل الاحرام. قبل ما يغسل الاحرام تيتنظف، تيغسل الجسم ديالو مزيان، تيدلك، تيحيد الوساخ، تيدير الصابون، تيدير كل شيء. نعم. صافي. من بعد يدخل في غسل الاحرام، عاد غادي يدير الغسل ديال الاحرام. غسل ديال الاحرام راه سنه مؤكده على كل من يريد الدخول في الاحرام، سواء كان صبي وليد صغير خصنا نغسلو له، سواء كانت مرا حائض، سواء كانت مرا نفساء، كل شيء خصو يغسل لانه سنه مؤكده. اسلام دابا نسولك واحد السؤال، جبتي واحد الباب. دابا الا حدا باش هي مراه غدا صبحت فيها الحيضه، تاهي تنوي الاحرام. من طبيعه الحال المراه، شوف المراه الحائض تدير جميع الاعمال ديال العمره وديال الحج الا عمل واحد، هو الطواف حول الكعبه المشرفه. صافي، هذا تتخليه حتى تطهر عاد تجي دير. يمكن لا الا كانت حائض دير السعي. من طبيعه الحال داكوغ. علاش؟ لان السعي ليس من البيت. شحال هذه كانت مكه المكرمه وكان السعي خارج البيت. صافي فهمت. صافي تري بيان. من بعد غادي يبدا قلنا يدخل في غسل الاحرام، وقلنا راه هو سنه مؤكده، خصو يديرها الصبي ويديرها الحائض وديرها النفساء. من بعد شنو غادي يدير؟ غادي يلبس الازار والرداء اللي هو زعما غادي يتجرد من المخيط والمحيط، والنعلين، يحيد تاديك ويلبس النعلين. منها غادي ندخلوا في واحد المستحب واحد اخر، هو يكون اللون ديال هذاك الاحرام يكون هو اللون الابيض. هذا مستحب فقط. يعني لا بغى شي واحد يلبس شي لون واحد اخر، لا شيء عليه، يمكن له يلبسه. هذه معمر ولكن... بارسة السي عبد السلام. ولكن يستحب له انه يلبس الابيض، لانه هو السنه. من بعد غادي يتوضا الوضوء الاصغر، هذا الوضوء الاصغر اللي غادي يصلي به الركعتين. صافي، عادي يتوضا الوضوء الاصغر، حيت هذاك الوضوء الاول لا يجزئه. هذاك الوضوء الاول اللي توضا، هذاك الوضوء ما يصليش به. دابا يتوضا الوضوء الاصغر، موراها غادي يصلي ركعتين قبل ان يعقد نيه الاحرام. فلوطين فلوطين يا سي عبد السلام. هادشي كله فلوطين. من بعد يمكن له يستعمل سي عبد السلام. اذا كان مفردا او مقرنا يكون كان داير هادشي. هذا لا، هادشي كله هذاك شتي المفرد والقارن، هادشي كله ما تنهضروش عليه، هو لابس الاحرام ديالو اصلا. خير صافي، هادشي خاص بالمتمتع. سلام، هنا ما حدنا في هذه المفرد الاقرن. شحال من واحد تيقول لك شنو هي الحجه اللي حج رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ حج بالمفرد. دابا هادي راه فيها واحد الاختلاف كبير جدا، ولكن عند المالكيه انه حج مفردا. وتيقولوا واش الافراد والاقران هي للناس اللي جاوا مؤخرين؟ من الاحسن، لان كل ما تعطلت
لا يمكن له يدير، يمكن له الا بغى من الاول وخا يجيب باسبوع ولا باسبوعين وبغى يدير الافراد الله ولكن يسخر. معذب عليه لكن يا شيخ الاسلام، معذب. هو راه عارف الا كان قاد عليها، الا كان قاد عليها برافو مرحبا. عليك، برافو يا شيخ الاسلام، فهمتي؟ خليها. قلنا يمكن له يدير واحد قبل ما يلبس اللباس ديال الاحرام ديالو، يمكن له يتطيب واحد طيب خفيف في الجسم ديالو. أمنا عائشة رضي الله عنها تقول أنها طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم، هي طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل ما يلبس الإحرام دياله. من بعد غادي يصلي الركعتين غادي يصليهم. هذه مستحب أن يقرأ في الأولى بالفاتحة وسورة الكافرون، وفي الركعة الثانية بالفاتحة وسورة الإخلاص. تري بيان. لكن إلا ما كانش حافظ، بحال دابا مرة مسكينة ما قارياش، ما حافظاش قل يا أيها الكافرون، يمكن لا تصلي بديك الشيء اللي هي حافظة، ماشي مشكل. الحمد لله، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. إذا دابا ها هو دار سنن الفطرة كاملة، هو لبس الإحرام ديالو، هو صلى الركيعات ديالو، دابا شنو غادي يدير؟ غادي يعقد النية. تري بيان. غادي يدير الركن، دابا يدير الركن. غادي يقول يعقد النية، ويستحب النية يستحب له أنه يعقدها حتى يمشي يطلع في الكار ديالو، حتى يطلع للكار. لأن الرسول صلى الله عليه وسلم، سبحان الله العظيم، الرسول كان ذكيا جدا، بحال اللي نطقها مرتين، مرة عندما كان يمشي على رجليه من الناس اللي كانوا ضايرين به يسمعوه، ومرة عندما ركب فوق ناقته حتى يعلم الناس. إذا السنة أنك من تطلع في الكار ديالك عاد غادي تقول ديك الساعات لبيك اللهم حجة. سيدنا عبد الله بن عمر رضي الله عنه تقول ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قط أحرم بإحرام إلا بعدما تستوي به راحلته. تتركب فوق الراحلة ديالو، هذا هو الأولى. لكن إلا شي واحد حرم مباشرة مور ديك جوج ركعات ماشي مشكل، غير بغى يقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم حقا ويدير الأولى هو تيطلع للكار ديالو. شنو الطريقة مباشرة؟ شنو الطريقة سي عبد السلام باش يعقد النية؟ كيفاش نديرو؟ غادي يقول لبيك اللهم حجة. لبيك اللهم حجة. مباشرة بعد ما تقولها يبدأ بالتلبية، ترفع الصوت ديالو لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك. تبدأ التلبية. قلنا هنا شوف، لا 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 لا، المرأة، الرجل يرفع صوته بالتلبية والمرأة تسمع نفسها، وهذا خطأ كبير سيدي يونس، تبارك الله عليك منين ذكرتينا به. أنا شفت دائما تنشوف بأن النساء تاهما تيهزوا الصوت ديالهم بحال الرجال، لا، المرأة الصوت ديالها تسمع نفسها فقط. هادوك هي تتشدو من السواق، هاجت السواق، ولكن حنا سيدي يونس بغينا الاشواق تهيج على منهج رسول الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، نكون مقتدين برسول الله صلى الله عليه وسلم. قال لنا خذوا عني مناسككم، خذوا عني مناسككم، نقتديوا بالرسول صلى الله عليه وسلم. خذوا عني مناسككم. إذا غادي يبدا بالتلبية، غادي يبقى بالتلبية. سيدي يونس هنا خصنا نردو البال. تصور معايا دابا شي واحد قال لبيك اللهم حجة، لبيك اللهم حجة، ونسى ما لباش، نسى ما لباش، ما لباش حتى داز نص نهار، عاد تفكر هو هذا عليه الهادي، لأنه ترك واجبا من واجبات الحج. نسى ما قالش خصو يذبح، خصو يخلص. وشنو قلت لك انا دابا؟ عندنا اقران التلبيه بالاحرام،
كيف تتحرم، كيف تتقول لبيك اللهم، كيف تتقول لبيك اللهم حجة، خصك مباشرة بعد منها تقول لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، ولو مرة واحدة، ولو مرة واحدة، حيث هذه المرة الواحدة، هذه المرة الواحدة هي الواجب، لكن بعد ذلك تكرار التلبية هو مستحب. فوق شيء بدي يكررها، فوق شيء بدي يكرر التلبية، غيكررها التلبية كلما تجددت أحواله، يعني غيكررها كلما صعد كلما هبط، عند الانتهاء من الصلاة يكرر التلبية، عند الفراغ من الأكل يكرر التلبية، عند القيام من النوم يكرر التلبية، عندما يلتقي رفاقه الأصحاب دياله الأصدقاء دياله يكرر التلبية، منين يكون صاعد في المصعد يكرر التلبية، نازل يكرر التلبية. إذا كلما تغيرت حاله، كلما تغير الأحوال وتجددت الأحوال، خصو يبدا يلبي. سي عبد السلام، وفوقاش هاد السلام التلبية، فوقاش صافي ما كيبقاش تلبي، فوقاش ما تتبقاش تلبي عند رمي جمرتي الكبرى، عند الرمي ديال الجمرة الكبرى اللي هي أول رمي، لكن دابا لنهار العيد، ديال نهار العيد، داكشي ما كتبقاش تلبي، تحول من التلبية الى التسبيح. الله تتولي تسبيح وتحميد وتهليل، لان هذيك الايام هي ايام وعيد. الله 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 هي اللي الله اكبر الله اكبر الله اكبر لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد، الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. سيدي عبد السلام، دابا حنايا، دابا حنا إذن حنا دابا حنا مازال يلاه واصلين حنا في قلب الكار وغادي طالعين الميناء. أيه. دابا سي عبد السلام، حنا طالعين الميناء، بغيت تفسر لي شنو هي هاد الميناء، علاش بالضبط ميناء، علاش ما علاش ميناء سي عبد السلام، ما معنى ميناء، علاش القيطون، علاش سي عبد السلام من الفيرمو ولا من الاوتيل سويس ولا من الرافلز كتمشي للقيطون وتنعس في الارض وطواري مشروكه، علاش من قبل ديك الشيء؟ شوف بعدا نكملوا، لان دابا تنعطيوهم باجمال وعاد نرجعوا نفصلوا كل حاجه بوحده صافي. اذا منين يمشيو يطلعوا للميناء، غادي يوصلوا للميناء تكون عندهم حتى هما خدمه، شنو غادي يديروا في ميناء، حنا نهضروا عليها في ميناء شنو خصو يدير. دابا الحاج سيدي يونس، شوف انت النهار الاول فين كنتي في الدار ديالك، عايش في الدار ديالك معززا مكرما، ثم بعد ذلك قررتي اصطفاك الله سبحانه وتعالى واجتابك واختارك باش تكون ضيف عنده، وقررتي انك تمشي الى البقاع المقدسه باش تؤدي مناسك الحج. فمنين غادي تمشي تركب في الطائره وتوصل الى مكه او الى المدينه، ستسكن في فندق او في شقه، اذا تحولت من دار الى بيت، تحولتي الى بيت. من بعد ذلك تتبقى عايش نتايا في المدينه ولا في مكه في هذاك البيت ديالك انت والزوجه ديالك ولا انت واحد الاصدقاء ديالك والاصحاب ديالك وضيوف الرحمن. بعد ذلك غادي تنتقل من هذاك البيت، غادي تطلع الى ميناء، الى خيمه فقط. الله. خيمه فقط، وهذيك الخيمه غادي يكون معاك فيها واحد 200 ديال الناس ولا 300 ولا 400 على حسب الحمله ديالك شحال فيها من حاج. وراك شفت سيدي يونس في هذيك الخيمه، واحد لاصق حدا واحد، واحد لاصق حدا واحد، واحد لاصق حدا واحد، واحد خلاص غادي ياكل حداك، غادي يجلس حداك، غادي يبات حداك، غادي يدير كل شيء حداك، كأن الله عز وجل يقول لك يا عبدي هذا الذي بجوارك، هذا الذي يسكن معك في هذه الخيمه هو اخوك، لا تنسى هذا، الاسلام جمع بينكما واخى بينكما، فهو اخوك. انما المؤمن المؤمنون إخوة، إنما المؤمنون إخوة، أصلحوا بين أخويكم. هنا إذا من هنا السي عبد السلام، بغيت نوقف واحد الوقفة بسيطة لك على الخاطر، كنتذكر أن هذا بالنسبة لي ميناء أول امتحان ديال التضحية والإيثار، كنعقل أنا فاش وصلت الميناء شنو داروا الناس،
الناس قبطوا سحابوا مينان قبط بلاصه ديالو خدا مربع خدا بلاصه ينعسوا فيها اربعه من الناس دار الشاكوش ديالو دار حوايجه وطلق رجليه وبزاف ديال الناس كان عقل بقاهم ساكن ما بقاوش فين ينعسوا وهما نورمالمون داك الخيمه كتهز 200 ولا 300 الناس وصبح هذا كان عقل كنت وقفت خطيبا ذاك الوقت وبديت كنحفز الناس والحمد لله استطعت نسكن الناس كاملين وعاد العيال بداو تيتقادوا والرجال بداو تيشدوا بلايصهم وقلصوا المكان ديال الاستغلال باش الحمد لله استطعنا ذاك البيعه ديالنا كلها لقات البلاصه ديالها باش هنا كنقول واحد الرساله للناس غدا اللي تكون غادي لمينان راك غادي لمينان مخلص 100 مليون مخلص 30 مليون مخلص 20 مليون اهم حاجه انك ما تخممش في راسك بوحدك انك تخمم في اللي موراك اسمح لي سي عبدالسلام ان اهم حاجه انك ملي تدخل تدوش راه في مينان كاينين السيترنات ديال الماء خلي الماء للاخر ملي تدخل المرحاض غسلها وخليها نقيه باش اللي يدخل موراك يلقاها نقيه مينان هو مخيم دولي مينان قلت له سي عبدالسلام دابا الناس انت شفتي الاغنياء راه دابا الاغنياء في العالم اش تيديروا تيمشي للصحراء ويمشي يقلب على الاماكن باش يخرج من منطقه الراحه ديالو هادشي دابا هاد الخمسه اللي ماتوا في كندا ولا ما ماتوا بداك الغواصه راه خلصوا زبانه الفلوس هما ملايريه بغاو يخرجوا من منطقه الراحه ديالهم حنا الله سبحانه وتعالى درنا هاد الامر ديال مينان باش يمتاح الصبر ديالنا يمتاح الاخوه ديالنا يمتاح الايثار ديالنا يمتاح قلبك على الاخر ديالنا وهاد النقطه مهمه مينان تنسى راسك بين الدار والفيلا والطوموبيل والبنتلي وهادشي كله نساه انت غادي ربي بغا يشوف القدره ديالك على لو بارطاج على التقاسم مع الاخر اولا سي عبد السلام ومينان سيدي يونس في مينان تنعرفوا حنا شكون اللي حج من اللي ما حج شكون اللي جاي باغي حج شكون اللي ما باغيش يحج شكون اللي غادي لان في مينان مثلا هذوك الناس اللي غادي يوصلوا كاين اللي تيوصل ملي تينزل الكار الحجاج تتلقى الحجاج كاين اللي تيكون سريع وتيمشي الا دخل الخيمه وبدا تيقلب على المكان اللي مزيون احسن مكان المكان المريح الا بدا تيختار ماشي قال بسم الله وجلس في اي مكان لا بدا تيختار قال لا ما نجلسش في هذه هذا احسن هذا احسن هذا احسن هذا احسن اذا ها هو الان مازال تيحسب في راسو راه هو الاحسن هو اللي خصو يكون اجدر بهذاك المكان لا انت مين انت تدخل وتتقول بسم الله في الخيمه اللي جاتك اي مقعد جاك اي بلاصه جاتك تتقول بسم الله علاش لانك انت ضيف الله انت مكرم لانك ضيف الله ماشي لانك كتختار هذيك البليصه وغادي تجلس في هذه البليصه وهنا سيدي يونس هنا سيدي يونس والله العظيم كما بغى يكون الانسان كما بغى يخبع الانسان هنا تيبان على حقيقته في مين يظهر على حقيقته تيبان على الحقيقه ديالو على الحقيقه ديالو بخير يخبع تيبان علاش لانه يبقى معك ايام تما غادي يبقى معك ايام تما ولا بد غادي يبان على حقيقته غادي يبان على حقيقته سواء منين غادي نجيو للاكل غادي يبان على حقيقته منين غادي نمشيو للمرحاض غادي يبان على حقيقته منين غادي يبغي يمشي يستحم غادي يبان على حقيقته منين غادي نكونوا غاديين للرجم هنا الا كانت عنده هذيك الانانيه وإلا كان مازال حاس براسو فيه الكبر غادي يبان لكن إذا داب في إخوته إلى داب ولا تيمتات القول ديال الرسول صلى الله عليه وسلم خادم القوم سيدهم تطلق والله العظيم سيدي يونس إلا شفت ناس عندهم مراكز عليا 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 في البلاد ولكنه في مينان هو الخادم إلا دخلتي وانت ما تعرفوش شكون هو والله تقول هذا انسان بسيط عادي من عامه الشعب علاش لانه فاهم وعرف ان هنا الله شوف سيدي يونس في مينان الله هو السيد الله هو المسير الله هو كل شيء فكل شيء خدام مع الله سبحانه وتعالى تما كاينش عبد السلام عاود لي هذه شكون هو السيد في مينان من هو رب في مينان في مينان السيد هو الله الملك هو الله المتحكم هو الله المسيطر هو الله المسير هو الله الله جل جلاله هو الذي يسير فالآن إذا كنت أنت ضيفا للرحمن حقا إذا كنت أنت عبدا لله حقا فأحسن إلى ضيوف الرحمن
كلما أحسنت إلى ضيوف الرحمن كلما أحسن الله إليك، كلما أكرمت ضيوف الرحمن كلما أكرمك الله، كلما تواضعت كلما تواضعت بين يدي ضيوف الرحمن إلا ورفعك الله، كلما تذللت بين يدي ضيوف الرحمن إلا وأعزك الله سبحانه وتعالى. فهنا يا ميمونة يونس سيدي عبد السلام هنا يصدق قول ربنا أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين. هنا السي عبد السلام بغيت قبل ما نزيد نفتح واحد القوس. دابا انا كنعرف بزاف ديال الناس ماشيين للحج ديال وماشيين للحج غالي، بغيت السي عبد السلام الله يسهل عليهم، وبزاف ديال الناس ملي كيوصلوا لهاد المرحله ديال مينا تيبغيو يزابيوها، تيقول لك كاينه مرحاض مشتركه تواليت كومين، تيقول لك انا ما نعش في الارض، تيبدا يقلب على التخريجه. كاين حقيقه كاين الناس كنعرفهم اللي مساكن عندهم لي زانفيكسيون اورينير تيخافوا يمرضوا، بحال دابا كاين اللي زارع الكلوه ديالو عنده لا 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 ترانسبلاسيون رينال، ولا مشى تجاتو انفيكسيون اورينير، الا مشى تمرض بالكلاوي كيتعذب. هنا السي عبد السلام بغيتك توقف لي على هذه وتفسر لي هذا الشيء مزيان ديال مينان وتوقف لي عليه شويه. دابا هذه اللي تنهضروا عليها دابا هذا يوم الترويه يوم 8 ديال الحجه، هذا واخا يكون مسكين مريض، هذا واخا يكون مريض تنقولوا له خصك تصبر معنا وتضحي شي شويه، لان موراها غادي نمشيو الى عرفه. الى عرفه لكن الا كانت الحاله ديالو صعبه جدا لا يستطيع ان يتحمل هذا نهار 8 ديال الحجه بلا ما يطلع لمينا، نهار 8 ديال الحجه بلا ما يطلع لمينا الا كانت الحاله ديالو صعبه جدا لا تتحمل. الا كان بحال هاد الناس اللي هضرتي لي عليهم دابا تيكون عندهم الكلاوي ديالهم تيديروا التصفيه ديال 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 الدم، هاد الناس هادو يطلع مباشره الى عرفات. عبد السلام هي كملت التوضيحات ديالك حيت راني كنقلب نشارجي التليفون ديالي، خليك يكمل كمل لنا. دابا حنا قلنا رحنا في مينان السي عبد السلام، اي دابا في مينان شنو غادي يدير الحاج في مينان يوم 8 ديال الحجه؟ يوم 8 ديال الحجه هو يوم الترويه، يوم الترويه سيدي يونس. نعم. يوم الترويه تسمى يوم الترويه لان الحجه شحال هذه ما كانش الماء في مينان وما كانش الماء في مزدلفه وما كانش الماء في عرفات، فالحجاج تيحتاجوا الماء فتيمشيو لمكه وتيجيبوا معاهم الماء، تيجيبوا الماء الذي سيرتوون. نعم. به هذاك الماء الذي سيرتوون به طوال هذه الرحله هذه ديال عرفات وديال ديال مزدلفه. نعم. فسمي ذلك اليوم هو يوم الترويه. زيد سميناه يوم الترويه. من بعد سيدي يونس كملنا، قلنا تيطلع، بقينا في انه انتقل من الدار ديالو، كان عايش في الدار ديالو وجا للفندق ولا عايش غير في غرفه، وفي هذيك الغرفه عنده فيها غير سرير، ومن هذيك الغرفه قلنا غادي ينطلق وغادي يطلع لمينا، غادي يولي عنده غير خيمه وساكنين معاه 200 الناس. من بعد هذيك الخيمة عنده 200 الناس، تيكون عنده في وسط منها عنده واحد الفوتاي ديالو، أيوه. تيكون بحال كرسي، ومن بعد ترجعوه سرير تينعس فيه بالليل. من بعد غادي يطلع ان شاء الله الى عرفة. ملي تطلع لعرفة انا في الحج ديالي ما كان تيبونجا، ما كانش كرسي كيرجع سرير. دابا راه تقدمت شوية الامور. من بعد سيدي يونس غادي يطلع لعرفات. في عرفات كاينه غير خيمه والزرابي، خيمه وزربيه، حتى ديك الكرسي اللي كان عنده ديك الفوتاي اللي غادي يجلس عليه ما بقاش، ما كاينش نهائيا. لاحظ معايا التدرج، شوف الله سبحانه وتعالى. وكان ومن بعد منها انت كنتي في خيمه وزربيه مفرشه، غادي تهبط المزدلفه، ما كاينه لا خيمه لا زربيه مفرشه، غادي تولي تفرش نتايا غير السجاده ديالك باش تما. شوف سيدي يونس. نعم. شوف باش تما تيعطيك الله واحد الرساله، تيقول لك يا عبدي انظر وافهم وافقه المناسك، انت الان في رحله الى الاخره. رحله الحج كلها سيدي يونس، رحله الحج كلها جايه فين؟ جايه في ارض قاحله، ما كاين لا بني ولا حتى شي حاجه، بمعنى انت في الاخره صافي، ما كاينش يعني بني نهائيا، انت راك في الاخره. يعني دابا السي عبد السلام
دابا السي عبد السلام بدا كيتضح لنا شنو هو المعنى ديال الاحرام، راك لابس الكفن وغادي عند سيدي ربي. احنا نرجعوا له، احنا نرجعوا له دابا، احنا نرجعوا له، احنا نرجعوا له، نكمل لك غير هذه بعدا. اذا احنا كنا في مينا، كنا في مزدلفه، احنا ولينا غير فين؟ ولينا في مزدلفه، ولينا غير في الارض، وانت مفرش زربيه ديالك. من بعد غادي نهبطوا لمينا، غادي نرجعوا للخيمه ديالنا الاصليه. لكن سيدي يونس ملي تشوف نتايا، الا لاحظتي معايا، الا لاحظتي معايا هاد المراحل التي نمر بها، شوف المراحل التي نمر بها تتكون هكا، ها هي في اليد ديالي بحال هكا. حنا هنايا، هنايا مكه، طلعنا هنا مينا، طلعنا هنا عرفه، انظر كيف يرفعك الله سبحانه وتعالى، حتى على المستوى الجغرافي، يعني على المستوى الجغرافي. فمني تتوصل انت الى عرفه تكون وصلت الى القمه، الله. قد وصلت الى القمه، مني تتوصل القمه لانك كنت في يوم عرفه كنت مناجيا لله جل جلاله، كنت بين يدي الله سبحانه وتعالى. احنا غادي نوصلوا لعرفات وغادي نهضروا عليه. اذا انت وصلت الى القمه، هذه القمه، هذه القمه هذه، من بعد غادي ينزلك الله سبحانه وتعالى، فاهم، غادي ينزلك المزدلفه، ما كاين حتى شي حاجه، حتى يعلمك التواضع. الا كنت انت في القمه خصك تكون متواضع، تبقى متواضع، غادي تنعس غير على الارض، ليعلمك التواضع. بعد ذلك غادي يقول لك ربي شوف يا عبدي، إذا كنت متواضعا وأردت أن تبقى في القمة، تبقى أنت في هذا المكان العالية، في هذه الرفعة، في هذه المنزلة اللي أنا عليتك لها، عليك أن تدخل في هذه الدورة التدريبية. غادي يدخلك في واحد الدورة تدريبية. شنو هي الدورة التدريبية؟ غادي تهبط الميناً وغادي يقول لك أول حاجة خصك تعرف أن كاين واحد العدو متربص بك، هو يراك وأنت لا تراه. هذا العدو قطع على نفسه، دار على نفسه عهد أنه ما يرتاح حتى تكون أنت من أهل النار، ما يرتاح حتى تعصى الله سبحانه وتعالى. وغادي يدينا الله وغادي يدير لنا واحد دورة تدريبية كيف نحارب هذا العدو. غادي نمشيو نديرو رجم، الرجم ديال العقبة الكبرى، ولا غدا عاوتاني غادي نديرو الرجم ديال الصغرى وديال الوسطى وديال، باش يذكرنا بهذيك الحادثة اللي وقعت لسيدنا إبراهيم مع الشيطان، منين جا عنده عند الجمرة الكبرى وبدا تيهضر معاه، منين شاف هذيك الرؤية، بقى تيقول له هذه الرؤية هذه راها غير حول، انت كيفاش تقتل ولدك وانت على فوقاش حصلتي على هذا الوليد، فوقاش ولدتيه بعد حتى كبرتي في السن. فهو تيعرف بأن هذاك الشيطان، فتيهز يديه وتيهز ديك الحجيره وتيقول له بسم الله، الله اكبر الله اكبر الله اكبر 7 مرات. ثم تيمشي عاوتاني ويولي يخرج له عند الوسطى. كاين في روايه تيقول لك جا عند امنا هاجر، تيقول لها واش شفتي ابراهيم شنو بغى يدير؟ بغى يذبح الولد، راه بغى يذبح لك ولدك، بغى يذبح الولد. فهي تتقول له الله أكبر، تتعرف بأن هذاك وحي من الله، الله أكبر الله أكبر، تترجمه بسبع جمرات. عاوتاني تيمشي هو عند الولد وتيقول له عرفتي باك ومك راه شنو بغاو يديروا؟ راهم بغاو يقتلوك، راهم بغاو يذبحوك. فهو تيهز عاوتاني ويدير الله أكبر الله أكبر، تيضربه بسبعة ديال الجمرات. فكانت هذه الحادثة التي وقعت لأبينا إبراهيم عليه السلام مع الشيطان، تجيبنا الله سبحانه وتعالى ويذكرنا بأن هذا الشيطان لا يحترم أحدا حتى ولو كان نبيا، تيبغي يوسوس لكل شيء، تيبغي يقضي على كل شيء، تيبغي يخرب الديار ديال كل شيء، تيبغي كل شيء عصى الله وكل شيء يدخل النار. فالله سبحانه وتعالى أول حاجة تيقول لك يا عبدي، إذا أردت أن تكون في القمة وأن تبقى دائما في القمة، أول شيء احضر هذا الشيطان. بعد ذلك تيقول لك إذا شعرت، منين دخلتي انت وياه في الحرب وشعرت بضعف، انطلق إلى مكة المكرمة، انطلق إلى بيت الله الحرام، انطلق إلى الكعبة المشرفة، وطف حولها 7 أشواط، وتزود وتقوى. ومن بعد شنو تدير؟ من بعد منين تدير الطواف وتدير السعي، تتمشي تحلق ترجع عاوتاني للميلان، وان شاء الله حنا نكملوا المناسك كل منسك على حده. دابا حنا الحمد لله راه حنا اللي حدنا غادي مزيان، خرجنا من اللوطيل، لبسنا الاحرام ديالنا، ضبطنا الامور ديال الاحرام، ركبنا في الحافله، اولا كاين اللي فتح عليه الله بحال اللي درت انا، طلعت على رجليا، اللي عنده صحه
ما فيها باس نجبدوا هذه القضيه نذكروا بها. انا كنعقل النهار ديال الحج ديالي انا ومراتي طلعنا من لاله الكعبه من لاله مكه طلعنا حتى لمينان على رجلينا وكانت واحد الرحله رائعه وكنا ملي كنتعبوا تنقول له اذا تصور غاد البلايص اللي غاديه منهم راه سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم راه كتصدم لا بدا صدمتي على شي بلاصه صدم عليها سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم وطلعنا بواحد الاجواء رائعه ربانيه وسبحان الله يمكن عقل ان كنا سبقنا الكار اللي خرج من اللوطير حنا كنا سبقناه على رجلينا لان اللي عطاه ربي الصحه كل 7 كيلومتر قاعد تسلم 7 كيلومتر المسافات زعما 7 كيلومتر ولا 8 كيلومتر تنظن اللي عنده الصحه وعنده ذاك لافوق وعنده لونفي وعنده ذاك لان عاوتاني ملي كتمشي وكتدوز في النفق وكتسمع لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك ان الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. انا سيدي عبد السلام اللي كان عجبني فاش طلعت على رجليا ومشيت في النفق حسيت براسي صغير وراسي عبد السلام في النفق رايت بام عيني المراه كبيره هزها ولدها رايت بام عيني الشيخ الكبير اللي مقروض وتي يلا خليفه بخليفه وغادي على رجلو رايت بام عيني عائله كلها الولد الراجل والمراه وليداتهم غادي يتربيو على رجليهم حقيقه اللي بغى يعيش حلاوه الحج نزيدو نطلعوا النيفو وبغى يعيش خلينا خلينا بارطاجي مع الناس استعدامات الشعور هذا ديال هذا فاش حجيت انا راه درت مناسك كلها على رجلي يعني اللي عنده الصحه والله الا سيدنا صعب تنقول هضر على اللي عنده الصحه وعنده الشباب وضبط الامور ديالو خصك تشوف المشيه في النطاق راه والله الا كتحس بالجلاله كتحس بالعظمه الله كتحس بالمؤمنون والمؤمنات وبعضهم اولياء بعض كتحس بالاسلام استعد السلام. شوف سيدي يونس انا حجيت اللهم لك الحمد حجيت على رجلي حجه كامله الحج كله على رجلي وحجيت بوسائل النقل. انا نقدر نقول لك فرق كما بين السماء والارض ما بين الحجه على رجليك والحجه في وسائل النقل ملي تكون راكب في الكار ولا لا فرق بحال السماء مع الارض. السلام هي انا كنصح الناس يكونوا ضابطين حنا تكون ضابط وكنت دير هادشي بالحب تكون كدير هادشي كومان شالنج واحد التحدي واللي ما عندوش لافورس فيزيك ما يبعد ماشي حنا ما كنزطبوش الناس حنا كنبارطاجيو مع الناس ها هو السي عبد السلام حج على رجليه وحج في الطوموبيل تيقول لك الحج على الرجل ما عندها حتى شي مقارنه ما كاين حتى شي وجه للمقارنه ولكن صح حنا حجينا صغار ولكن عندنا الصحه ولكن وعندنا لافورس وعندنا سي يونس خصها ثلاثة الحاجات أول حاجة خصها ثلاثة الحاجات الحجة باش تحج على رجليك خصها ثلاثة الحاجات الحاجة الأولى الصحة تكون من الناحية الصحية الحمد لله في أمان الله وحفظه. الحاجة الثانية الصحبة 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 يكون معك شي صديق صديق ديالك يكون معك صديق ديالك هذه الحاجه الثالثه تكون انسان واعي وفاهم وعارف باش ما تلفش باش تعرف تمشي للخيمه ديالك باش تعرف تمشي للمناسك واخا تما زعما الا كان الانسان غير على بال شويه ما يتلفش. السلام هنا خصنا نحلوا واحد القوس راه الناس اللي يمشيوا على رجليهم يردوا بالهم راه الخيم كلهم كتشابه راه كاين الالاف مئات الالاف د الخيمات ما تقولش انا كنفهم بوحدي خصك دبال يكون عندك الطريق ودابا كاين الجي بي اس كاين ويز ولا شوف الرياض المغربي سي ليونس دابا ولات القضيه سهله تيلوكاليزي الخدمه ديال الخيمه ديالو تيلوكاليزيها وبالجي بي اس تيوصل لها بسهوله لكن شحال هذه كانت صعوبه كبيره جدا لان الخيام كلهم حنايا واحد القوس ديال اللي بغى يتفرع ويتضخم وعنده القوه وتنقول له ما فيها باس انا تنقولها دائما تنقول له ما فيها باس راه كاين تبارك الله لي سبورتيف اللي كيمشي ديك الماراطون راه كلها 8 كيلومتر كتمشي بالمحبه بالعكس ملي كيكون الانسان في الصحه ويخرج بكري ما يخرج في البروده والله الا ما كتجي 8 الصباح كتلقى راسك في مينان وعاد انت كتسبقهم تاخذ البليصه ديالك وترتاح وتجلس مع راساتك. دابا انا السي عبد السلام بغيت نسولك
احنا وصلنا للميدان، اللي مشى على رجليه واللي مشى بالطوبيس من وسط الميدان، شنو خصني ندير ذاك النهار؟ لان لا غدا نطلعوا العرافه، قول لي شنو قيلت ندير؟ هذه اللي مهمه. الى وصلت للميدان، الى وصلت للميدان، يستحب لي ان اقول هذا الدعاء. يستحب شنو نقول؟ اللهم هذه منن، اللهم هذه منن، فمن علي بما مننت به على اوليائك واهل طاعتك. اللهم هذه منن، فمن علي بما مننت به على اوليائك واهل طاعتك. اذا تدخل الخيمه ديالك، تتنزل من الكار، تتهز الحويجات ديالك، وسيدي يونس خصنا هنايا زعما نعطيو واحد النصيحه للناس. هذوك الحويجات اللي غادي يطلعوا معاهم، يطلع معاه ساك ديالو، ساك ديال الظهر باش ما يتعذبش. كاينين الناس تيطلعوا معاهم الشوانات، وتيطلعوا معاهم تيتعذبوا واحد العذاب اليم. علاش؟ لان الاحتمال ديال انك تمشي على رجليك، الاحتمال ديال انك تمشي على رجليك قائم بنسبه كبيره جدا، بنسبه كبيره جدا. وتقدر تمشي على رجليك، تقدر تمشي على رجليك كيلومترات، يعني تضرب 3 الكيلومتر 4 الكيلومتر على رجليك، لان تتكون انت غادي في الكار وتتوصل لواحد البلاصه صافي محبوسه بلوكيه، ما تيخليوش الكار يدوز، فتضطروا الحجاج انهم ينزلوا وغادي يمشيو على رجليهم، ولا بد، ما كاينش حل نهائيا، ما كاينش حل. وهذه يمكن له يوقع فيها اي واحد. وبالتالي كنفتحوا واحد القوس وتنقولوا ما خصش هذا يكون واحد المؤثر باش تغضب ولا يطلع لك الدم. انت في ضيافه الرحمن، انت في حج، انت الكونتور ديالك راه خدام. الى وقف الكار واخا تكون غادي ب 100 مليون، راه الناس مشاو 40 و50 مليون، صافي قال لك بغيت تمشي على رجليك، قول له سمعا وطاعه، سمعنا واطعنا، صافي ما عندك ما دير، ما تبقاش تتنقر، راك في حج لا رفث ولا فسوق، حيت هنا السي عبد السلام فين تيبدا بيمتحن لنا الصبر ديالنا. ما تبقاش تضيع وقتك كتنقر على مول الكار وتنقر على مول لاجونس، ما عندك ما دير، حيت مول لاجونس راه ما عنده ما يدير، غالب الله، وقع انو بوطياج، وقع شي مصيبه، الا قال لك سير على رجليك قل بسم الله يا ربي انا في حماك، انا في ضيافتك، يا ربي المداد، يا ربي القوه، يا ربي التيسير، وقول بسم الله وسيك تعج، ما تبقاش تضيع الوقت في النقير. وتفكر ديما دير في الذهن ديالك، انا ملي تتوقع شي حاجه بحال هذه شنو تيجيني للذهن ديالي يا سيدي يونس؟ تيجيني للذهن ديالي، وهذه الفكره تنبغي نمررها للحجاج اللي تيكونوا معنا، تنقول لهم الله جل جلاله يحبكم، الله يحبكم الان، راه تيبغيكم. عليها شنو قالنا؟ لان الرسول صلى الله عليه وسلم قالنا انما الاجر على قدر المشقه، على قدر المشقه. ها هي جاءت الان المشقه، ها هو الاجر سيرتفع. ها المكانه ديالك غادي تعلو عند الله سبحانه وتعالى، ها القيمه ديالك غادي تزيد عند الله سبحانه وتعالى. اذا منين يوقع لك شي مشكل وتكون غتمشي على رجليك، عرف بان هذه هديه ربانيه صيفطها لك الله سبحانه وتعالى باش يزيد يعليك ويرقيك اكثر من ضيوفه الاخرين. لكن اذا استقبلتها بالرضا، اذا استقبلتها بالفرح، اذا استقبلتها بالسعاده، اذا قلتي هذا سيدي وهذا مولاي هو اللي تيسير. شوف يكذب عليك شي واحد اللي يقول لك تيسير المناسك، المناسك من اولها الى اخرها يسيرها الله جل جلاله. تصور معايا انت 3 مليون ولا 4 ديال المليون ديال الناس تتحرك في وقت واحد، في ان واحد، من مكان واحد الى مكان اخر، نفس المكان تدوز منه كامله. اذا هنايا والله العظيم اللي تبقى مسير هو الله جل جلاله. فاذا كنت انت فعلا ضيف الرحمن، أنت ترضى بالقضاء ديال الله سبحانه وتعالى، إلا يسر لك الأمور ومشات كيف هي وسهلة مزيان، إلا ما يسرها لكش راه يسرها لك، لأنه يريدك أن تأخذ الأجر أكثر. إذا هاد المفاهيم هذه سيدي يونس، هاد المفاهيم هذه أنا تنأكد عليها لأنها هي الحج، هي الحج. يمكن الإنسان دابا يوقع مشكل بحال هذا ويلقى راسو غادي يمشي على رجليه، يبقى يفسد له الحج ديالو. علاش؟ لانه غيبقى يتلفظ بالفسوق، وغادي يبقى تيقول الكلام الخايب، وغادي يبقى يتجادل مع الناس، وغادي يبقى يمكن يخرج شي كلام ديال الرفات كاع، يخرج شي كلام خايب. هنا اناشد الناس واناشد المغاربه لانهم مبلين بالكلمه ديال الدين والمله وتيسب الدين. تنقول لكم ردوا بالكم ايها الحجاج ايتها الحاجات،
راه قال لك ربي لا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. رد بالك يا من لسانك الدين ما كيخطاش منه، راك الا مشيتي سبيت دابا كل ساعه مستمتي واحد في مينان وسب الدين. انا ما يسب الدين في مينان. اذا انت فين جاي؟ انت جاي ضيف عند الرحمن ياك، وتسب الدين الذي ارتداه لك الرحمن لتتقرب به اليه ولتعرفه به. اذا اشنو هذا الانسان هذا الذي يسب الدين؟ انا ما ولا ما كذبش عليك، انا ولا مشى نسى سي عبد السلام وسب الدين، شنو خصو يدير؟ ايوا هذا شنو خصو يدير؟ هذا راه مشكله كبيره، مشكله كبيره. هذا اول حاجه، بعدا خصو يتوب الى الله، خصو يتوب واحد توبة نصوحة إلى الله، ويعزم على أنه ما يعاودش يولي لهادي، لأن هذاك الدين اللي هو تيسب هذيك هي أعظم نعمة أعطاه الله سبحانه وتعالى في هذه الدنيا. علاش جبتها ديال السي عبد السلام؟ حيت أنا عاد كنت في العمر هذا العام وشفت شحال من واحد تيسب الدين السي عبد السلام، وتيسب وحنا مبليين، تيقول لا والله ما تنقد نخرجها، والله ما تنقد. مشى عليه الطيران، مها مشى الطيران، تعطلوا عليه في الماكلة، المهم شوف راه الله يهديكم المغاربه اللي مبليين بهذا الدين. راه قال فيه سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، راه نهى رسول الله، كان لك من اكبر الكبائر، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اكبر الكبائر ان يسب رجل والديه. قالوا يا رسول الله واش كل يسب والديه؟ قال له معلوم، الا سبيتي الا داك دير مو غادي يسب لك دير امك، فيها سب والديك تكون اكبر الكبائر. فالله يجازيكم بخير، الله يحفظكم، الله يعطيكم الرضا والستر. راه شوف، راه يمكننا نغلطوا بزاف الحوايج، يمكننا ما نعرفوش نقولوا الدعاء، يمكن بزاف الامور، ولكن احفظ عليك لسانك. راك في ضيافه الرحمن، حشومه بلا ما نقولوا حرام، حشومه تسب الدين في بلاد الدين، ساك تسب الدين في بلاده، حرام عليك وحشومه عليك. سي عبد السلام، باش تكونوا عمليين ونحاولوا نجددوا هذه الحلقه. دابا انا وصلت لمينان، درت هادشي اللي قلتي لي كامل، راني في الخيمه تنسيني جينا غدا في الصباح، داك النهار شنو خصني ندير؟ بعدا اولا واش نصلي بالقصر ولا نصلي؟ غنصلي، غادي نصلي الصلوات الخمس في وقتها مع التقصير. غادي نصلي الظهر في الوقت ديالها جوج ركعات، وغادي نصلي العصر في الوقت ديالو جوج ركعات، ونصلي المغرب في الوقت ديالها ثلاثة ركعات، وغادي نصلي العشاء من طبيعة الحال، وغادي نصلي العشاء في الوقيته ديالها جوج ديال الركيعات، صافي. اذا هذه الصلاة. ويمكن لي السي عبد السلام ديال قيام الليل. من طبيعة الحال نكثر بعدا من التلبية، ونكثر من الذكر، ونكثر من الدعاء، ونكثر من قراءة القرآن. ولكن سيدي يونس، انا لا انصح بقيام الليل في هذه الليلة. السي عبد السلام، لان هذه الليله هذه خصك ترتاح، تابعك غدا يوم عرفه اللي هو اعظم يوم، اللي هو الحج عرفه. كل ما وصلتي لهذاك اليوم وانت مرتاح، وانت واخد قسط من الراحه، كلما غادي تكون في قمه مستواك، وانت تناجي الله سبحانه وتعالى. وهذه خلينا. اذا انا الحمد لله قيلت في مينان، صليت الظهر والعصر والعشاء، وكان لبي، كان كثر من لبيك اللهم لبيك. يمكن لي بحال دابا نتلاقى انا ومراتي، نخرجوا من الخيمه ونتلاقاو نتغداو انا وياها ونتعشاو انا وياها. بطبيعه الحال يمكن لك وخصك تخرج. الانسان تيخرج في المخيم ديالو، هو تيتسارى يمشي يشوف، يكتشف المنطقه مزيان، يكتشف المنطقه غير يحط راسو من الشمس، لان تتكون الشمس تما حاميه بزاف، يقضي مرض. اذا كان خارج يهز معاه مضيل، يطلع معاه المضيل ديالو باش منين يتحرك ما تقيسوش الشمس. في سيدي يونس في مينان هذيك الليله ديال 8 ديال الحجه، غادي نباتوا تما، غادي نباتوا اللي هي الليله ديال 9 من ديال الحجه، غادي نباتوا في مينان، ولا غدا اللي غادي يكون 9 ديال الحجه، غادي نصليو تما الصبح، ثم سننطلق باذن الله الى عرفات بهدوء وسكينه، وحنا ملبين وذاكرين الله سبحانه وتعالى بما يشاء من الذكر
ومن قراءه القران، ونكثروا من التلبيه، ونكثروا من التهليل، ونكثروا من التكبير، ونكثروا من التحميد، ونكثروا من الشكر لله رب العالمين. هذا الشيء ان شاء الله غدا غادي نهضروا على النهار بعرفه. دابا انا بغيت نسولك واحد السؤال. عطال داني النعاس، مشى عليا الكار، ما طلعتش المينا مع الناس في الصباح. شنو هو السؤال؟ ما سمعتوش انا، ما سمعتكش. انا وصلت معطل، صبحت ناعس، صبحت مريض في مكه، وما قدرتش نطلع ذاك النهار المينا، مشى لي ذاك النهار. جو سي با، وقع لي مشكل في السبيطار، مرضت. جو سي با، انا عاد جاي بالطياره، ما قدرتش نبات ذاك النهار في مينا. شنو ندير؟ واش عندي شي مشكله، ولا يمكن لي غدا نطلع لعرفه ديريكت؟ لا ما عندكش مشكلة، يمكن لك الله غدا تطلع العرفة مباشرة. ما عندي لك، ما نخلص، ما نذبح، ما ندير والو. ما دير حتى حاجة. واخا، إذا أنت يمكن السي عبد السلام اللي مريض وما قادش يبات في مينا ذاك الليلة، يبات في لوطيل. شوف هنايا المرء طبيب نفسه. المرء طبيب نفسه. هو اللي تيقدر هذه، إذا كان هو تيحس فعلا، مثلا واحد عنده تيدير التصفية ديال الدم، والحالة الصحية ديالو لا تسمح له بتاتا، فهذا تنخليه يرتاح في الفندق، ويطلع مباشرة إلى عرفات، يطلع مباشرة إلى عرفات، ولا شيء عليه، ما عليه حتى شي حاجة، وما عليه والو سي عبد السلام. لا ما عليه والو، حتى شي حاجة، حيت المبيت بمنن يوم الثامن من ذي الحجة، اللي هو يوم التروية سنة، ولكن من قام بها. ولكن مزيان، احنا شنو قلنا؟ احنا الرسول صلى الله عليه وسلم شنو قلنا؟ قلنا خذوا عني مناسككم، يعني ديروا كيف انا درت. الا اللي عنده استطاعه يدير، يطلع المينا يوم الترويه ويبات تما، هذا هو الافضل وهذا هو الاحب الى الله. لكن الانسان اللي عنده عذر لا يكلف الله نفسا الا وسعها. دائما العنوان الكبير في هذا الشيء كامل اللي بغينا نقولوا ونختموا به هذه الحلقه هو المؤمن مفتي نفسه، المؤمن طبيب نفسه. المؤمن عارف راسه هي حجه وحده، حجه في العمر، فيجتهد باش ما يضيعش شي مستحبه ولا شي سنه ولا شي ركن، يجتهد. لان دابا اللي تيبقى فيا الحاله السي عبد السلام، بزاف ديال الرخص رجعوا تيتخادوا في الحج. بغيتك تختم لي بهذه القضيه باش نسال بزاف ديال الناس. شوف سيدي يونس، وسيدي يونس، احنا راه مازال ما فصلنا، راه هضرناها بصفه عامه، مازال ما فصلنا في الفندق، مازال ما فصلنا في الطريق الى منن، ومازال ما فصلنا في منن. قول لي انا نفصلوا سيدي، انا معاك. خصنا نفصلوا مزيان باش الانسان دابا يلاه هضرنا على شنو خصهم يديروا، ياك يلاه هضرنا، لكن خصنا دابا هذيك المعاني، خصنا الحج يكون جسدا وروحا. هادشي دابا اللي هضرنا عليه هذا غير الجسد، الجسد يتحرك، لكن اين الروح؟ بغينا الروح، لانك الا بغيتي تحج الحجه الميدومه اللي تنهضروا عليها حنا، ولا بغيتي الحجه المبروره اللي غادي ترجع منها البلاد ديالك كيوم ولدتك امك، الصحيفه ديالك بيضاء نقيه، ما بقى عندك لا ذنب لا زله، ولات الصحيفه عامره بجبال من الحسنات، خص الروح تتحرك، الروح هي اللي تكون غاديه معاك. إذا كانت غادية معاك الروح ستتمتع، غادي تتمتع مزيان بالحج، وغادي تذوق الحلاوة ديال الحج. هذه الروح هذه لا تتحرك إلا إذا فهمت الحكمة وشافت الثمرات، إلا عرفت علاش تندير أنا هذا الشيء، علاش قلتي لي أنا غادي نجي في الفندق وغادي ندير هذاك الإحرام، علاش غادي نديره؟ نبداو منها. دابا أنت في الفندق ديالك، قلنا أول حاجة خصك دير، خصك تحرم، ياك؟ منين غادي تحرم؟ شنو هو هذا الإحرام هذا؟ هو أنك فعلا 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 الله عز وجل يقول لك يا عبدي، عليك أن تضع في ذهنك الآن أنك راك غادي في رحلة إلى الله، رحلة إلى الآخرة، هذه رحلة إلى الآخرة. شوف جاء في الأثر أن الإنسان عندما يموت، منين تيموت الإنسان وتيكونوا هزينه على الأكتاف وتدينوا القبر باش يدفنوه، الله جل جلاله تخاطب الروح وتقول لها، تقول له عبدي حملوك وفي التراب دفنوك، ولو ضلوا معك ما نفعوك، ولم يبقى لك إلا أنا
وأنا الحي الذي لا أموت. أنت في هذه الرحلة هذه تركت مالك، أنت في هذه الرحلة تركت الدار ديالك وتركت الوطن ديالك وتركت الوليدات ديالك وتركت المال ديالك وتركت الدنيا وما فيها، أنت قادم إلى الله، أنت تبحث لهنا دابا، تبحث عن الأعمال التي سترضي الله سبحانه وتعالى، تتبحث عن الأعمال اللي غترفع القيمة ديالك عند الله سبحانه وتعالى، تتبحث عن الأعمال اللي غتدخلك وتنال بها محبة الله، وتولي فعلا العبد الرباني اللي تيبغيه الله واللي تيحبه الله واللي تيرضى عليه الله واللي تيزكيه الله واللي الله سبحانه وتعالى يجعل له شأنا في الدنيا وفي الآخرة. إذا أول حاجة خصك دير في دماغك أنك مت، انتقلت إلى عالم آخر، انتقلت إلى الآخرة. سيدي يونس منين انتقل؟ هذه موتة نصوحة، هذه راك دابا بحال كتعيش الموتة ديالك. صح صح. شوف شنو قلنا احنا، ولم يبقى لك الا انا، شو قال له عبدي حملوك وفي التراب دفنوك ولو ضلوا معك ما نفعوك، ولم يبقى لك الا انا وانا الحي الذي لا اموت. فانت غادي دابا تجمع الزاد للقاء الحي الذي لا يموت، غادي تجمع الزاد. وفعلا سيدي يونس فعلا الحج موت، الحج رحلة إلى الآخر. فإذا اللي كل حاجة تتوقع يأخذ الرخصة وما درسة شيء ما يعيش هذه الحلاوة هذه، ما يعيش ما يعيش هذه الحلاوة هذه، كيف غادي يدير يعيشها؟ دابا تصور معايا الميت سيدي يونس منين تيموت، شنو أول حاجة تنديروا له؟ أول حاجة منين تيموت الميت نجرده من ملابسه، أولا تنجردوه من الملابس ديالك. كذلك أنت أيها الحاج في فندقك ستتجرد من ملابسك، غادي تجرد من الملابس ديالك. شنو غادي نديرو للميت منين غادي يموت من بعد ما نجردو له الملابس ديالو؟ غادي نغسلوه. أنت أيضا أيها الحاج، أنت أيضا ستدخل وتغتسل. شنو تنديرو للميت من بعد ما تنغسلوه؟ تنطيبوه، تنديرو له الطيب. أنت أيضا سن لك رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تضع الطيب، تتطيب في بدنك فقط وليس في الثوب، في الإزار وفي الرداء، في البدن ديالك. من بعد ما طيبناه شنو تنديرو للميت سيدي يونس؟ تنكفنوه. أنت أيضا ستتكفن، غادي تلبس الإزار والرداء، هذاك اللباس الأبيض هو كفنك الذي ستنتقل فيه في هذه الرحلة إلى الله جل جلاله. عبد السلام جدودنا كلهم كانوا كيحتفظوا بالإحرام، تيقولوا كفنوني فيه منين نموت. دائما هذه، علاش؟ لأنه في هذيك اللحظات ديال الحج كان فعلا عبدا لله وكان ضيفا لله، يريد أن يتبرك بذلك اللباس. هذاك اللباس يبغي يوقف بين يدي الله بهذاك اللباس، هذاك اللي وقف بين يدي الله فيه على أراضي وعرصات ديال 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 المناسك كاملة، وخاصة يوم عرفة. فمنين سيدي يونس منين تنكفنوا الميت ماذا نفعل له؟ تنصلوا عليه الجنازة. أنت أيضا ستصلي ركعتين كأنك تصلي الجنازة. لكن العظيم سيدي يونس هو أنك شوف سبحانك يا الله، ما أعظم الله وما أكرم الله وما أحن الله على عباده. شوف كيفاش الله سبحانه وتعالى سيكرم عباده. بمجرد سيدي يونس تدخل وتتوضى، يعني باش تصلي خصك تتوضى. منين تتوضى عرفتي شنو تيوقع؟ ماذا يقع في ملك الله؟ شنو غادي يدير لك الله سبحانه وتعالى؟ وهذه خاصة بغير الحاج، حتى حنا يعني تنكونوا هنا في الصلاة وغادي نتوضى. سيدنا أبو هريرة رضي الله عنه جاء مع الرسول صلى الله عليه وسلم ودخل معاه ومعاه الصحابة واحد المرة لواحد المقبرة، فسمع الرسول صلى الله عليه وسلم تخاطب أهل هذيك المقبرة وقال لهم السلام عليكم دار قوم مؤمنين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، أنتم السابقون وحنا غادي نلحقوا بكم، وددت أننا قد رأينا إخواننا، تمنيت كون شفت الإخوان ديالنا. فقالوا له الصحابة أولسنا إخوانك؟ واش حنا ماشي اخوانك يا رسول الله؟ قال لا، انتم اصحابي،
إخواني عاد غادي يجيو من بعد. شوف شوف على ميزة، ميزة لنا ولكل من جاء بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. شو على بشارة يعطينا الرسول صلى الله عليه وسلم؟ تقول لنتم إخواني. قالوا له كيفاش غادي دير تعرفهم يا رسول الله غدا يوم القيامة؟ كيفاش غادي دير تعرف هادو من الأمة ديالك غدا يوم القيامة؟ أعطاهم واحد المثل رائع، مثال ديال واحد الراجل عنده واحد الخيل غر محجلة، يعني عندها بياض في الشبهة ديالها وعندها بياض في الأطراف ديال يديها وعندها بياض في رجليها، بين مخلطين مع واحد الخيل كلها كحلة. إلا تخلطوا هادو واش ما يعرفش هو الخيل ديالو؟ يعرف الخيل ديالو حيت باينة فيها البيض في الجبهة ديالها وفي رجليها وفي يديها. قالوا بلى يا رسول الله. قال فإنهم ياتون يوم القيامة غرا محجلين من الوضوء وأنا فرطهم على الحوض. تيجي غر محجلين، شوف شوف هنا البياض. شفت هذه المنطقة هذه سيدي يونس تسمى الناصية. ناصية ربي قلنا في القرآن ناصية كاذبة خاطئة، يعني هذه البليصة هذه هي مركز السلوك لدى الإنسان، هي المركز ديال السلوك. فأنت في هذه الرحلة المباركة مجرد أنك تدخل وتتوضى، الله عز وجل يطهر وينور لك مراكز السلوك. بحال تيقول لك يا عبدي الآن راك غادي تولي عبد على خلق عظيم، غادي تولي عبد عنده واحد الخلق حسن، غادي تولي عبد عنده واحد الخلق يشبه أخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمني تنور لك هذه عرفتي شنو تيولي موراها؟ الله سبحانه وتعالى الآن غادي يبدأ معك التطهير، غادي يغسل يديه، غادي يبدأ يغسل وجهه، غادي يبدأ يغسل راسه، يمسح راسه ويبدأ يغسل رجليه. شنو قالنا الرسول صلى الله عليه وسلم؟ إذا توضأ العبد المسلم أو المؤمن فغسل وجهه خرج من وجهه كل خطيئة نظر إليها مع الماء أو مع آخر قطر الماء. شوف دابا هاد الوجه كله، أي ذنب، أي سيئة، أي حاجة خايبة دارتها العين دارها، كل شيء ينزل، غادي تنزل كامل. فإذا غسل يديه إلى غسل الدين ديالو خرج من يديه كل خطيئة بطشتها يداه مع الماء أو مع آخر الماء، هي تطهرت اليد ولات صافية. من بعد فإذا غسل رجليه خرج كل خطيئة مشتها رجلاه مع الماء أو مع آخر قطر الماء حتى يخرج نقيا من الذنوب. وهذا هو ضيف الرحمن، ضيف الرحمن حتى يقف بين يدي الله على صعيد عرفات يكون مطهر من الذنوب. ها هو الله يطهرك، الله عز وجل ماشي غير يطهرك، الآن يطهرك ويبشرك، غادي يعطيك البشارة. شوف هذه البشارة هذه، تقولنا عقبة بن عامر رضي الله عنه كنا نتداول رعية الإبل، كنا تنضربوا النوبة، شكون اللي غادي كل واحد غادي 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 يرعى الإبل النوبة ديالو. قال لك فأصابتني رعية الإبل، جات فيه النوبة، هو القرعة جات فيه، هو اللي غادي يمشي يرعى الإبل، فهو مشاير على الإبل. فروحتها بعشي، في العشية جايبها، هو داخل بها، داخل بها. فأدركت رسول الله صلى الله عليه وسلم، لقى الرسول صلى الله عليه وسلم قائم تيحدث الناس، وأدرك من حديثه أن الرسول تيقول للصحابة ما منكم من أحد يتوضأ فيصبغ الوضوء ثم يقوم فيركع ركعتين يقبل عليهما بقلبه ووجهه إلا وجبت له الجنة وغفر له. وعقبة فرح واحد الفرحة كبيرة، شنو قال؟ ما أجود هذا، زعم الله الله الله، شنو هذا الشيء، هذا ما أعظم هذا. فقال قائل، عقبة يقول لك قال قائل بين يدي، قال له التي قبلها يا عقبة أجود منها، كن سمعتي اللي قبل منها حسن من هذه بزاف. فعقبة قال له وشنو هي هذه اللي قبل منها؟ قال لك فنظرت فإذا هو عمر بن الخطاب، عمر بن الخطاب رضي الله عنه. فقلت ما هي يا أبا حفص؟ قل لي شنو هي اللي قبل منها يا أبا حفص؟ قال إنه قال قبل أن تأتي، قبل ما تجي، قلنا ما منكم من أحد يتوضأ فيصبغ الوضوء ثم يقول أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، شوف، إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية حتى يدخل من أيتها شاء.
الله 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 الله. دابا هذه غير البدايه سيدي يونس، مازال دابا ما درتي حتى حاجه. يلا يلا احرمت، فتحت لك ابواب الجنه الثمانيه، الجوارح ديالك كلها طهرها لك الله سبحانه وتعالى. الان الان سيدي يونس، الان انت حقا تستحق ان تقف بين يدي الله. دابا عاد حقا تستحق أنك توقف بين يدي ملك الملوك، لأن ملك الملوك طهرك، ملك الملوك زول المعائب ديالك، زول الذنوب ديالك، زول السيئات ديالك، أنت الآن طاهر، أنت الآن أبيض من اللبن، أنت الآن أبيض من اللبن. أخرى طهرك وتيحبك، قال لك ربي إن الله يحب التوابين ويحب المطهرين، والله يحب المطهرين. فراك في واحد المقام كبير عند الله. اذا السي عبد السلام دابا 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 انت فوق المعاني كلها كتبدل. دابا حنا في الروح ديال ديال الحج. صح. دابا سيدي يونس منين ناض دابا راه صلى، شنو تيقول؟ منين شاف الله سبحانه وتعالى طهرو، حيد له الذنوب ديالو، نورو، ولا الان الصحيفه ديالو بيضاء، فتحت له أبواب الجنة الثمانية، شنو قال هو؟ لبيك اللهم حجة. نطق التلبية، نطق الآن أهل 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 بالنية، قال لبيك اللهم حجة. الآن يا رب، الآن الآن أستحق أن أكون ضيفا لك، الآن يا رب، الآن حقا حقا وصدقا أنا مشتاق أن أقف بين يديك، الآن الآن يا الله أنا ذاهب إليك، الآن أنا 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 مسرع إليك يا الله، أنا باغي فوقش نتلاقى معك. شنو تدير؟ فمن نطق التلبية وقال لبيك اللهم لبيك، فإذا به يتذكر، إذا به يتذكر هذيك الحادثة اللي وقعت لسيدنا إبراهيم منين سال من بناء الكعبة المشرفة، وقال له الله سبحانه وتعالى يا إبراهيم أذن في الناس بالحج، قال يا ربي وأين سيبلغ صوتي؟ قال يا إبراهيم أنت عليك الأذان وأنا علي التبليغ، فطلع فوق المقام ودخل سبحانه في ودنيه وقال يا أيها الناس إن الله كتب عليكم الحج فحجوا، فأسمع الله نداءه كل من يريد أن يحج من الذرية إلى يوم القيامة. فأنت الآن كأنك سمعت النداء وأنت ذاهب إلى الله، فتبقى تقول لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، لبيك اللهم لبيك. فتبقى يلبي الحاج، يلبي هو خارج دابا الآن من الفندق، هو خارج من الفندق الآن، الله سبحانه وتعالى تخبرنا على لسان الرسول صلى الله عليه وسلم وتقولنا ما ترفع إبل الحاج رجلا ولا تضع يدا إلا كتب الله له بها حسنة، إما تكتب له بها حسنة ويمسح عنه سيئة ويرفع بها درجة، فانطلق شوف شحال ديال شوف شحال ديال شوف شحال ديال 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 ديال, ديال, ديال ديال الخلفات غادي تدير، كل وحده كل تتهز رجليك وتحط الاخرى الله سبحانه وتعالى تيكتب لك بها حسنه وتمسح لك بها سيئه او ترفعك بها درجه. فانت الان تطهر من جديد طهاره اخرى وترفع، ترفع مقامك يعلو عند الله، المقام ديالك ترتفع عند الله سبحانه وتعالى حتى تكون فعلا حتى تكون فعلا اهلا لأن تقف بين يدي الله. فتتبقى التلبية، وهذه التلبية وانت تتقولها انت غادي في الكاردابة وتتقول لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، والرسول صلى الله عليه وسلم يزف لك البشارات. وهذه الحويجات اللي نبغي أنا الحاج منين يكون غادي في الكار، هو طالع من الفندق من مكة المكرمة وغادي إلى منى، هذه هي الفكر دياله الآن، الأفكار التي تروج بذهنه هي هذه دابة، هي اللي يعمر بها ضمان
دماغه الان، غادي يقول الان وهو وهو يلبي، غادي يقول الان الرسول صلى الله عليه وسلم هو تيزف لي هذه البشاره، تيقول لي ما من مسلم ما من مسلم يلبي الا لبى ما عن يمينه وما عن شماله من حجر او مضر او شجر حتى تنقطع الارض منها هنا وها هنا. شوف سيدي يونس الان الله سبحانه وتعالى جعلك انت مركز الكره الارضيه، انت هو المركز، كل ما عن يمينك من الكره الارضيه، كل ما عن يسارك من الكره الارضيه هو مقتد بك، تقتدي بك ويلبي معك، باش الله سبحانه وتعالى جعلك الان داعيه في كونه، جعلك الان انت الحاج، انت ضيف الرحمن، تستحق انت الان فعلا انك تكون داعيه الى الله، ان تتكلم باسم الله سبحانه وتعالى. فكل من يلبي عن يمينك وعن شمالك حتى تنقطع الارض، حتى تدور على الكره الارضيه كلها، كاين حجر كاين شجر كاين مضر، كل شيء يلبي وأنت تأخذ أجرهم جميعا لأنهم اقتدوا بك. هذا يريد الله سبحانه وتعالى، تيرفع لك الصحيفة ديالك وتعمرها لك بالحسنات وبالذنوب، وتقول للرسول صلى الله عليه وسلم ما من ملب يضل يومه يلبي حتى تغيب الشمس إلا وغابت بذنوبه، غابت بذنوبه. فعند المغيب ملي تيجي المغيب تتغيب بالذنوب ديالك، الشمس تتغيب بالذنوب ديالك كامله. فالان انت دابا كيفاش داير؟ انت الان طاهر مطهر، انت الان ابيض من اللبن، انت الان على الفطره، انت راك الان على الفطره، انت الان عبد الله حقا وصدقا. فتتبقى غادي تسلم عبد الله، وانت سفير الله في ارضه، وانت وانت سفير، وانت عضو في وفده، انت دابا راك عضو في وفد الله، وانت سفير من سفراء الله فوق الارض. وهذا هو المغزى الكبير والعميق اللي الناس خصهم يتذكروه. ما ينسى بان راه تيحج لراسو، راه تيحج للاسلام، تيحج للدين، تيحج من اجل في غايه الدين، راه ما تيحجش لراسو، راه ما بقاش لراسو دابا، صافي راه دابا راه في واحد البعثه، راه وفد، راه في وفد الله وفي وفادة الله. الرسول صلى الله عليه وسلم قالنا الحجاج والعمار وفد الله، دعاهم فأجابوه وسألوه فأعطاهم. وقالنا الرسول صلى الله عليه وسلم ثلاثة في ضمان الله عز وجل، وذكرنا منهم رجل خرج إلى بيت من بيوت الله، رجل خرج غازيا في سبيل الله، ورجل خرج حاجا. انت تتلبي سيدي يونس، انت تتلبي. الرسول صلى الله عليه وسلم قالنا ما أهل مهل قط إلا بشر، ولا كبر مكبر قط إلا بشر، قيل يا نبي الله بالجنة؟ قال نعم. إذا انت تتلبي وانت تبشر بالجنه، تبشرك بالجنه. وهنا سيدي يونس بغيت الحاج، هو غادي الى مكه هو غادي من 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 مكه غادي لميناء في يوم الترويه، بغيتو يدير واحد الفكره اخرى. اذا هذه الافكار هذه خصو يعمر بها الذهن ديالو، بغيتو يدير واحد الفكره اخرى، بغيتو يتذكر الايام ديال القرعه، فاش كان دفع في القرعه. الله. ومشى يحضر ديك الاجتماع، اللي مجموعين فيهم السلطات جزاهم الله خيرا، وجالسين وغادي يهزوا شكون هاد الناس اللي غادي يكونوا ضيوفا عند الله، اللي غادي يطلعوا في القرعه باش غادي يمشيوا للحج. وهو جالس هو والزوجه ديالو، ولا هو والاخ ديالو، ولا هو والابن ديالو، جالس وتيطلب الله وتيقول له يا ربي يا ربي نطلع في القرعه، يا ربي نكون من الضيوف ديالك، يا ربي من كذا، يا ربي انا اللي اختاريتيني نكون حاج، غادي نكون عبد ديالك وغادي نمشي ونحج فعلا يا ربي كذا. تذكر ها قد استجاب الله عز وجل دعاءك، وها أنت جاءتك الفرصة سانحة، يلا أن الله من نفسك خيرا. هذه مهمة، استجاب الله دعاءك. كان اللي سين 20 عام، كان اللي سين 30 عام، كان اللي سين 10 سنين، كان اللي جمع له الفلوس 3 عامير دماله، راه ماشي العبادة، راه ربي استجاب الدعاء ديالك وحقق لك الأمنية ديالك وعاونك وجابك لعنده. ما تنساش هذا الشيء وتضيعه. عاوتاني كنبغي نفكر الناس ما تضيعوش بالتخربيق، ما تضيعوش بالسبان ديال الدين وبالعصبيه وبالرافات والفسوق، لا، والجدال. رد بالك، انت قلت لك في وفد الله، انت في ضيافه الله سبحانه وتعالى.
إذن ما ينساش منين كان في المغرب، منين كان في المغرب وكان تيبات الليل كامل فايق وتيقول له يا ربي اختارني ستراني عبدك، غير اختارني يا ربي راني غادي نكون في المستوى، ها هو اختارك، ها هي الفرصة أمامك، يلا انطلق، يلا أري الله من نفسك خيرا، يلا بين دابا، بين بين يدي الله، بين أول حاجة بين بالحنانة على ضيوف الرحمن، كن حنونا على ضيوف الرحمن، كن رؤوفا بضيوف الرحمن، كن معاونا لضيوف الرحمن، عاون هذوك الضيوف مساكن، راك غتلقى الراجل الكبير وغتلقى المرأة الكبيرة وغتلقى معاك المريض وغتلقى معاك اللي ما جاي معاه حتى واحد، هذه فرصة ماشي تحج غير حجة وحدة، يمكن لك تحج بزاف ديال الحجات، إلا عاونتي هذا، إذا هنا تيفتح لك الله واحد الحساب في البنك الإلهي يمكن لك تعمره بمبلغ لا أول له ولا آخر، مبلغ ما عنده لا أول ولا آخر. دابا الآن سيدي يونس وانت غادي احنا مازالين دابا غادي غير في الطريق وتلتفت على اليمين ديالي وانا راكب في الكار وتيبان لي الحجر وتيبان لي الشجر وتيبان لي المدار، تنقول الله هادشي كله الان يسبح معي، الان هادشي كله يلبي معي، الان هادشي كله يقتدي بي، فعلا وان من شيء الا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. فانت الان لانك لست في عالمنا، قلنا أنت الآن في العالم الآخر، أنت الآن تسمعهم، أنت الآن عايش معهم، تسمع الصدى، تتقول لبيك اللهم لبيك، وتتحبش شوية باش تسمع الشجر والحجر والكائنات الأخرى والمخلوقات الأخرى تلبي، ثم تتجاوب معها فتدخل في انسجام مع كون الله، تتولي فعلا أنت عبد لله حقا وصدقا، حتى تتوصل سيديون ستبقى غادي هكا حتى تتوصل إلى أرض منا الطاهرة المباركة. هذا اليوم ديال التروية سيدي يونس عرفتي شنو هو؟ أنا بالنسبة لي كأنك الآن بعد أن طهرك الله وصفاك ونقاك وما بقى فيك حتى شي ذنب وعمر لك بالحسنات وفتح لك أبواب الجنان، كأنك الآن في قاعة الانتظار تنتظر لقاء الملك. الله. من يوم الثامن من ذي الحجة اللي هو يوم التروية، كأنك في قاعة الانتظار تنتظر الإذن. هذه عجبتني بزاف. دبرك انت كتسين تمشي للقاء الحج الأكبر ديوم عرفة، راك كتنتظر. لأن شنو هو يوم عرفة؟ يوم عرفة هو اللقاء بالله، غادي تلاقى على رأي يوم عرفة، ينزل الله عز وجل نزولا يليق بجلاله سبحانه وعظمته إلى السماء الدنيا، فأنت الآن ستلتقي مع الله سبحانه وتعالى، غادي تلتقي الله. إذا أنت الآن في 8 ذي الحجة قالك الله هذه قاعة الانتظار، جلست تما حتى يأذن لك الملك أن تقابله، لكن كيف سيأذن لك الملك عندما يراك ملبيا، عندما يراك مهللا، عندما يراك مصليا على نبيه، عندما يراك محافظا على الصلاة، عندما يراك خاشعا، عندما يراك رحمت تترحم الضيوف دياله وتتعامل معهم يوم التروية في ميناء واحد المعاملة حسنة، كيف تعاملتي معه وما يتعامل معك هو، كيف حسنتي له غادي يحسن لك هو، كيف حنيتي عليهم غادي يحن عليك هو، كيف كنت الخدمة ديالهم غادي يكون الله في خدمتك يستجيب دعواتك ويكون معك الله سبحانه وتعالى كما تحب وترضى. فكل من الإنسان سلام، احنا جالسين في قاعة الانتظار، ما نستغلوش بالغيبة، ما نستغلوش بالنميمة، ما نستغلوش بالفجور بالكلام البديع، راه ما كاينش السبان ديال الدين غير الناس يهضروا من السروال لتحت ويخسروا الهضرة ويطيحوها ويعودوا النكات ويستهزئوا ويعيدوا النكات على داكشي ما فيه ما يتشاف. راه كي قال لكم السي عبد السلام انت في قاعة الانتظار، ستدخل على الله، ستكون في لقاء ربك، فإذا رد بالك ما تغتابش.
شوف تهضرش حيت تنشوف الحجاج يهضروا في بعضياتهم هذاك فلوطير هذاك داير والعيالات ينمو ويهزوا من هنا ويديروا لهنا لا لسانك لا يفتر عن ذكر الله وعن التهليل والتكبير والتحميد والتلبيه سيدي يونس منين غادي تكون انت غادي تقابل شي مسؤول كبير وانت في قاعه الانتظار تنتظر الا توجد هناك كاميرات تراقب كل حركه وكل سكنه ديالك كاينه كاميرات ياك هذا فعل البشر هذا فعل البشر فما بالك برب البشر ملائكه لا يعلم عددها الا الله شوف الافواج ديال الملائكه اللي تتجي في هذه الايام المباركه احتفاء بضيوف الرحمن هذه الملائكه كلها تتشوف فيك كلها شاهده عليك كلها تنظر اليك وتتشوف المعامله ديالك كيفاش غادي تكون والله العظيم الانسان اذا فهم هذه المعاني يستحي من نفسه ان يتكلم عن 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 كسره خبز على وجبه اكل يستحي من النفس ديالو انه يهضر على مرحاض حتى هذاك المرحاض الى لقيتيه ما نقيش هز انت الماء ونقيه يا خويا يا نقيه اللي غيدخل لمراك اللي غيدخل لمراك راه ضيف الرحمن فاذا كنت في خدمه ضيف الرحمن خوك اختك ياك وهو ضيف الرحمن وخوك اختك اذا علاش ما تقولش انا ندخل للمرحاض لا بلاتي قبل ما نخرج من المرحاض ارى نصيق هذا المرحاض هذا لان الاخ ديالي اخي هو قادم واختي هي قادمه وضيف الرحمن هو قادم والله ينظر الي احسن الى ضيوفه كيفاش غادي يدير لك الله سبحانه وتعالى مشيت لشي بليصه ودرت شي حاجه نقي هذيك البليصه ونقول ها هو خاي جاي دابا هو ضيف الرحمن جاي هكا باش الله سبحانه وتعالى تطالع وتشوف هذا الرحمه العجيبه بيننا فينزل علينا رحمات لا تعد ولا تحصى من سماواته مني تيشوف هذا الكرم بيناتنا تنزلنا واحد الكرم يليق بمقامه سبحانه حتى هو اذا هنا منن هي قاعة الانتظار لمقابلة ملك الملوك يلا دابا تيقول لك الله سبحانه وتعالى يا عبدي يلا انت تهيأ واستعد راني انا غدا ان شاء الله باذن الله في صعيد عرفات غادي نكرمكم كلكم لكن كاين الناس غادي تكون العطايا ديالهم والهدايا ديالهم هدايا عظيمه علاش لانهم كانوا عظماء عندما كانوا وسط اخوانهم ووسط ضيوف الرحمن كانوا عظماء في اخلاقهم كانت الاخلاق ديالهم عظيمه لذلك التجليات الالهيه عليهم والرحمات الربانيه النازله عليهم تتكون عظيمه جدا الرسول صلى الله عليه وسلم قلنا ان لربكم في ايام دهركم لنفحات الا فاعترضوا لها فمن اصابته لا يشقى ابدا يوم عرفة يكون آخر يوم هو بداية الفلاح الحقيقي وبداية السعادة الحقيقية هو بداية العبودية الحقيقية أتولي عبد حقيقي لله غادي تولي من أنت تهضر مع الله سبحانه وتعالى ما أعظم مناجاتك مع الله المناجات ديالك مع الله كيفاش غادي تكون دائرة والتجاوب ديالك مع الله كيفاش غادي يكون داير الآن أنت ستتبدل كلك غادي تتبدل وغتولي خلقا اخر وغادي تولي العلاقه ديالك مع الله علاقه اخرى وهنايا عاد غادي يوريك الله سبحانه وتعالى العطايا ديالو وعاد غادي تولي الحياه ديالك كيفاش دايره الحياه الحقيقيه عليها قالنا الرسول صلى الله عليه وسلم الحج والعمره ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد فوحده من العطايا اللي تعطيك الله وداعا للفقر ما عمر الفقر ما يقيسك علاش كيفاش الفقر يقيسك وانت كنت في ضيافه ملك الملوك الله كيفاش غيقيسك هذا الفقر هذا اذا ها هو الله سبحانه وتعالى تيعطيك من خيره ومن كرمه ما لا يعد
ولا يحصى. اذا سي عبد السلام ان شاء الله رب العالمين اظن ان راح نصلنا وجلنا على البناء اليوم. لا الحمد لله. المهم هذا الى 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 وضع الحاج هذه الافكار هذه اللي هضرنا عليها وهذه المعاني هذه اللي درها في الذهن ديالو باذن الله باذن الله باذن الله سيصل الى عرفات. غيوصل لعرفات وهو في عالم اخر عالم اخر، وبالتالي هذيك الرحمات وهذيك النفحات الالهيه غادي تشعرها بواحد القوه ما يمكنلكش تصورها سيدي يونس، وغادي يعيش اعظم يوم في حياته اعظم يوم في حياته غادي يعيشه تما على صعيد عرفات ان شاء الله باذن الله. الله يحيينا السي عبد السلام سديو معنا لله نور تحج ان شاء الله باذن الله. العام الجاي نحجوا نديو معنا ان شاء الله الياسمين والياقوت نمشيو نديرو شي حجه ان شاء الله باذن الله. ان شاء الله سي عبد السلام. سي عبد السلام سيدي يونس حنا نبغيو حتى المستمعين ديالنا اللي دابا تيسمعونا كل من اراد ان يحج مرحبا به. الله الله ان شاء الله صافي حتى هو نمشيو كاملين ان شاء الله ان شاء الله الحمد لله. ناخذوا هذه النيه سي عبد السلام دعي معنا باذن الله دعي معنا كرمك وغدا ان شاء الله ميعادنا مع الوقوف بعرفه ندير عاود الحلقه بعرفات ان شاء الله باذن الله ان شاء الله. نطلبوا من الله سبحانه وتعالى ييسر الامور ديالنا ويغفر لنا ويجعلنا من اهل طاعته ويجعلنا سبحانه وتعالى من اهل الكرم ديالو من اهل الرحمه ديالو. اللهم يا ارحم الراحمين يا رب العرش العظيم يا ذا الجلال والاكرام يا حنان يا منان يا نعم المولى ويا نعم النصير، نسألك يا ربنا يا إلهنا يا كريمنا يا رحمن يا رحيم، نسألك في هذه الأيام المباركة أن تحبب إلينا الإيمان وتزينه في قلوبنا. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا يا ربنا من الراشدين فضلا منك ونعمة. اللهم توفنا مسلمين وأحينا مسلمين وألحقنا بالصالحين غير خزايا ولا مفتونين. اللهم يا كريم الكرماء بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحينا يا ربنا ما علمت الحياة خيرا لنا، وتوفنا ما علمت الوفاة خيرا لنا. اللهم إنا نسألك خشيتك في الغيب والشهادة، ونسألك كلمة الحق في الرضا والغضب، ونسألك يا ربنا القصد في الغنى والفقر، ونسألك يا ربنا نعيما لا ينفد، ونسألك يا أرحم الراحمين قرة عين لا تنقطع، نسألك يا ربنا الرضا بعد القضاء، ونسألك برد العيش بعد الموت، ونسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زيننا بزينة الإيمان واجعلنا يا ربنا هداة مهتدين. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، ونسألك يا ربنا أن تغفر لنا وترحمنا، وإذا أردت فتنة بقوم فتوفنا يا ربنا غير مفتونين. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب كل عمل يقربنا إلى حبك. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك يا ربنا من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك به نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك يا ربنا من شر ما استعاذك به نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل، ونسألك أن تجعل كل قضاء قضيته لنا خيرا. اللهم اقسم لنا من خشيتك
كما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، اجعل ثأرنا على من ظلمنا، انصرنا على من عادانا، لا تجعل يا ربنا مصيبتنا في ديننا، لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم لا تدع لنا في هذا المجلس المبارك ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا ضالا إلا هديته، ولا غائبا إلا رضيته، ولا مظلوما إلا نصرته، ولا أسيرا إلا فككته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا حاجة لنا فيها صلاح، ولا حاجة لنا فيها صلاح ولك فيها رضا إلا قضيتها ويسرتها بفضلك يا أكرم الأكرمين يا أرحم الراحمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الله يجزيكم بخير اللي راه في الحج مع هذا اللقاء، لا ينسانا من صالح الدعاء يدعي معنا ويتفكرنا بالدعاء ويدعي معنا بالدعاء الماتور سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر لي ولي اخي هذا، اللهم اغفر لي ولي اخي السي عبد السلام، اللهم اغفر لي ولي اخي يونس الشرايبي، دعوا لنا مع وليداتنا، الله يتقبل منا ومنكم صالح الاعمال. ان شاء الله غدا مع السي عبد السلام طقوس ديال الوقوف بعرفه ان شاء الله، وحنا يدا في اليد حتى نحجوا احسن حجه ان شاء الله. تبارك الله عليكم السي عبد السلام، شكرا جزيلا، جزاك الله خير. بارك الله فيك، شكرا جزيلا، الله يعاونكم. السلام عليكم ورحمه الله. السلام ورحمه الله وبركاته.